بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. الأخوة الأفاضل، الأخوات الفاضلات، ضيوف المؤتمر، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه المحاضرة التي تحمل عنوان دور المرأة في العمل الخيري. المرأة صانعة المجد للأجيال وحاضنة المستقبل للأمة. المرأة بأخلاقها وعطائها وكرم جدها، هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات، وتسمو للمكارم باتساق كما اتسقت أنابيب القناة، وتنعش من صميم المجد روحا بأزهار لها متضوعات. ولم أر للخلائق من محل يهذبها كحضن الأمهات، فحضن الأم مدرسة تسامت بتربية البنين والبنات، وأخلاق الوليد تقاس حسنا بأخلاق النساء الوالدات. أود أن أسجل باعتزاز شكري وتقديري للقائمين على هذا المؤتمر العالمي دور المرأة في العمل الخيري، وأرجو لهم التوفيق والسداد والتميز الدائم. ضيوفنا في هذه المحاضرة من العيار الثقيل فكريا، وأنا متأكد رغم الأجواء الباردة في الخارج بمربعانية الكويت، إلا أنهما سيجعلان الجو دافئا داخل هذه القاعة. وقبل الحديث وترك المجال لضيوفنا الكرام، سيكون بمشيئة الله لكل ضيف قرابة 35 إلى 40 دقيقة للحديث عن الموضوع الخاص به، كما سنترك في آخر لقاء الضيفين المجال للحضور والضيوف لطرح أسئلتهم. أبدأ بالضيف الأول، لا تشكل مشاركته في هذه المحاضرة دليلاً فقط على دعمه للمرأة، فالشواهد كثيرة تقف في صفه لدفاعه عنها. لقد دافع عن المرأة وكتب عنها في أكثر من منبر إعلامي، وفند بقذائفه الفكرية وأدلته من الكتاب والسنة سطحية أولئك الذين يرون المرأة جسداً أو أداة للمتعة فقط. يتميز بطرح مواضيع المرأة في الإعلام، وهو الذي نال الدكتوراه في العقيدة والدعوة من جامعة أم القرى، تناول فيها شبهات العلمانيين حول المرأة المسلمة، فعنون حلقاته باستغلال المرأة، حقوق المرأة في الإسلام، الإسلام والمرأة، المرأة والعلمانية، المرأة في الدراما، وغيرها من العناوين. الحديث لن يكون في هذه الندوة بيني وبينكم، بل بينه وبينكم، فأترك المجال للدكتور محمد العوضي، داعية ومفكر إسلامي. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي السرور والفرح والتفاؤل والأمل أن نوجد ونشارك ونحيا لكي نشاهد هذه الاحتفالية الضخمة بهذا المشروع الكبير في أن يكون مؤتمراً عالمياً لدور المرأة
في العمل الخيري، ويكون هذا المؤتمر في الكويت ويكون تحت رعاية سمو الأمير، وبحضوره وبحضور رجالات الدولة وبحضور رجال عمل الخير من العالم الإسلامي كله، وبهذه الفعالية التي شارك فيها يعني كل من كانت له يد أو خبرة أو تجربة أو ممارسة أو دعم للعمل الخيري. فكان المحور موضوع النساء، وأمانة في البداية اعتذرت عن المشاركة، وكنت قبل أسبوعين أو أقل في سويسرا، فجاءني هاتف كريم وألح علي أن أشارك، فقلت له عدم مشاركتي لسبب واحد، أنني أريد أن أحترم الفكرة وأحترم ذاتي وأحترم الجمهور، فيعني لا أريد سد خانة أو إبراء ذمة، إنما إنجاز مهمة. إلا أن فكرة أنك تجي وتشارك كتعزيز قيمة من خلال موقعك الإعلامي أو ما اعتبره الناس، هذا بحد ذاته إذا استشعر دعوة إلى الله فهو عبادة. أنا أجلس الآن مستمتع ومتأمل وأمامي قيادات العمل الإسلامي والخيري، منهم من رحل وقضى نحبه، ومنهم من هو ما زال منذ بدايته في العمل وإلى الآن وهو يتدفق عطاء في هذا المكان الجميل وهذا العمل الذي يصب في صالحنا جميعا، وهذا الذي جعلني أيضا وأنا هناك أتصل في الدكتور وليد فتيحي وقلت له يجب أن تشارك وقد اعتذر، فقال إيش رأيك نتشارك مع بعض، فكشفنا الخطة يا دكتور، فأصبحنا في محاضرة واحدة فعززنا بعضنا البعض. فالمسألة دفع معنوي وإحياء والبعد التراحمي التلاحمي قبل قضية الجانب الشكلي اللي هو أصلاً قالب لكي نفرغ فيه ما في نوايانا وفي مقاصدنا وفي نفوسنا. المرأة في العمل الخيري، دور المرأة في العمل الخيري، لماذا المرأة؟ القراءة تحتاج كما يعلمنا الشيخ طايس إلى نظرات ثانية، لأننا بدينا نلحق الركب. لماذا المرأة؟ تعيين المرأة مع أن العمل الخيري للجميع كأن يوشي بأن هنالك فوارق، بأن هنالك في تقصير من المرأة في قضية العمل الخيري. لا، هي المسألة مسألة تقسيم، الطفل، المرأة، الرجل، القطاع الفلاني، والتقسيم يساعد على قضية الإنجاز وما يعرفه من دخل في أي فن في مشروع إنجازي. لما نتكلم عن العمل الخيري في المرأة لابد من مقدمات، ونحن نعيش في لحظة صراع ما زالت مستمرة في قضية الصراع بين الجنسين والتقدم والتأخر. يعني البعد الثقافي المعرفي أنا دائما أركز عليه لأنه من تخصصي، كل واحد يعطي في تخصصه. المرأة والرجل يشتركان في قضية الكرامة الإنسانية، الإنسانية جمعاء، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. أنا وأنت وجميع الناس نشترك في هذه الكرامة. لماذا؟ لأننا جميعا من ولد آدم، ولقد كرمنا بني آدم. هذه فكرة أولية. هذه الفكرة الأولية تختزن فيها من حمولاتها الدلالية على أن المرأة والرجل لا بد أن يكون لهم معيار في هذه الكرامة في قضية التفاوت، فجاءت القيمة التي تضع التفاوت والتفاضل في قضية إن أكرمكم عند الله أتقاكم في الفوارق الثانية، تحصين لقضية هذه الكرامة وبيان للمعيارية في هذه الكرامة. طيب، تساوت المرأة والرجل، من مقتضيات التساوي وجعل التقوى معيار أن أجر المرأة يساوي أجر الرجل في رب خلق المرأة والرجل. أنا قاعد أتكلم عن أجر الآخرة، ولا حتى عندما نبحث في حقوق المرأة نجد أن المرأة والرجل عندما تقوم بعمل وظيفي يجب أن تأخذ نفس الأجر
وهذا عندنا مقرر في الفقه الإسلامي من النصوص الواضحة منذ القدم. واليوم مجلة ليمون دبلوماتيك الفرنسية الرصينة الشهرية تنشر مقال طويل لوزير التجارة ولا العمل الفرنسي، يقولون احنا ليش مخلين معاش المرأة وماهيتها الشهرية أقل من الرجل، معركة طويلة إلا الآن ما حسمتها فرنسا التي تعتبر السقف الأعلى للعلمانية الغربية، إلا الآن معاش الرجل أكثر وخصوصياته أكثر في الوظيفة. في الأجور، الكم والقيمة المرأة والرجل شيء واحد، وآية آل عمران وآية سورة النساء وآية سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من أين يأتي مصدر واجبات المرأة وحقوقها في الشريعة؟ كل هذا تمهيد حتى نأتي إلى العمل الخيري. أنت يا أختي من أين يأتي المصدر في الواجبات والحقوق في الشريعة الإسلامية؟ من البداهة التي يعرفها كل مسلم، من عبوديتك وعبوديتي لله سبحانه وتعالى تأتي الواجبات وينبني عليها الحقوق، سواء كنت امرأة أم كنت رجل. لماذا؟ لأن القاعدة تقول العبودية فرع للمملوكية، العبودية فرع للمملوكية، أنت وأنا وهو وهي وهن وهن مملوكي لله عز وجل، فنوظف هذا الجسد المملوك لمن يملكه، فأراد العبودية. لذلك نشرت صورة في الانستغرام لطالب عندي، ما شاء الله الوشم من هنا لهنا وبخط عريض بعد، قال لي دكتور تصدق ما أدري إنه حرام؟ فشرحت للطلبة أن جسدك ليس ملكا لك، في العلمانية الجسد ملك لك، لما نقرأ في حقوق الإنسان من حقها أن تجهض لأن الجنين ملكها. إحنا لا، من قال لك؟ إحنا عندنا رسائل دكتوراه في الجنين، الجنين شخصية وجودية ضرورية واعتبارية لله عز وجل وليس لك أنت، مو كيف تجهضين، ما يجوز. فتختلف المنطلقات المعرفية حتى لما تصل إلى العمل الخيري. طيب إذا كنا كلنا عبودية لله عز وجل، وإحنا نتكلم اليوم عن عنوان المرأة في العمل الخيري، فلماذا جاءت نصوص قرآنية ونبوية تخاطب الرجل بما هو رجل وتكلفه تكاليف، ونصوص قرآنية ونبوية تخاطب المرأة بما هي مرأة وتكلفها بتكاليف؟ فأوامر القرآن الكريم في النفقة جاءت للرجل ولم تأتي للمرأة، وجوب صلاة الجمعة للرجل وليس للمرأة، بينما الحضانة جاءت الأوامر للمرأة، الستر المفاتن المرأة للرجل الأجنبي جاءت من أجل المرأة، خطاب للمرأة. في تفاوت يا محمد، أنت قاعد تقول لي طبعا في تفاوت، التفاوت جاء ليس لاعتبار أن هذه مرأة اسمها امرأة وهذا رجل اسمه رجل، التفاوت جاء لأن الشريعة تراعي المصلحة الفردية المرتبطة بالمصلحة الأسرية المرتبطة بشبكة العلاقات الاجتماعية والنسيج الكلي للمجتمع. لماذا؟ للمصلحة النهائية، وبناء على ذلك ملحظ الفروق الفردية، فتأتي أحكام مطلقة كحقوق ثم تأتي تفريعات، وهذا موجود حتى في الدساتير الوضعية في بل حتى في الرياضة، ما يخلون فريق أنثوي يبارك في الكرة القدم فريق رجولي، ليش؟ يقول لك لا، الطاقة تختلف والبنية تختلف. والمسألة هذه فيها تفصيل جدا، يعني المرأة ما تروح صلاة الجمعة، ما فرض عليها، لا، عندها اهتمامات خاصة في البيت، عندها الأطفال، عندها الظروف، عندها، لكن لو راحت وصلت وهو يجوز لها أن تصلي خلاص تسقط صلاة الظهر. لذلك كل الفقهاء قالوا، الشافعية والحنابلة والحنفية وكلهم، أن من صحت ظهره صحت جمعته خلاص. فالمراعاة من أجل المصلحة لا من أجل مطلق الأنوثة والذكورة، حتى نسقط فكرة التحيز اللي يغرسها الإنسان العلماني. ففي واجبات تخص الرجل وواجبات تخص المرأة وواجبات مشتركة بين المرأة والرجل، وكلنا في دائرة العبودية. فلما نأتي إلى العمل الخيري نجد أن الأمر مفتوح للمرأة والرجل والصغير والكبير والأمي والمتعلم، لأن هذا يعتبر من المباحات المطلقة أو السنن العامة أو العبودية الواسعة التي تنتظم كل سلوك وكل خير يقدمه الإنسان لله سبحانه وتعالى.
المنافسة في الخير. لن أحول الدرس إلى جزء تاريخي، أنتم تعرفونه أحسن مني، يعني من عصر الصحابة رضي الله عنهم لليوم فقط تاريخيا في القديم. إحنا نبي شيء حيوي، نبي نحيي فكرة المساواة. صدر مع هذا المؤتمر كتاب بعنوان سحابة الكويت تمطر خيرا، موسوعة استقرائية موثقة بالصور والأسماء والتواريخ من العمل الخيري في هذا البلد، من الحكام إلى رجال الأعمال إلى لين جاء فعقد فصلا خاصا للمرأة. ولما جاء أيضا في قضايا القدس وفي قضايا الدعم السوري وفي قضايا أيضا جاء في قضية المرأة، فاقتنصت منه مقالا نشرته اليوم بمناسبة المحاضرة بعنوان أم الرجال في عرسال. أم الرجال في عرسال امرأة كويتية، أم نايف العنزي. هذه المرأة الكبيرة أرادت أن تذهب إلى منطقة عرسال لكي تقوم بنفسها في مشاهدة ومعايشة وأشواق الإعانة والعطاء للذين يعني فرضت عليهم الظروف هذا التشرد. عندها آلام ثقيلة في الركبة، ولدها ما قصر جزاه الله خير، وضع لها أسنصير في البيت من أجل الدور الأول، لكن أصرت أن تذهب وشرطت فذهبت. هناك تستطيع أن تصعد الدور الرابع بدون أسنصير إلى آخر الأعمال والمناطق المرتفعة لماذا؟ لأن الشوق للعمل الخيري والمعايشة، لا عملية أن يتحول الموظف في العمل الخيري إلى مسألة موظف كأن ريبورت يقوم بعمليات إجرائية كمدرس التربية الإسلامية الذي يريد أن يحفظ ويحط درجات، ما في أي روح دعوية فما يأثر. يكون مدرس الرياضيات أو الكيمياء يعطي من روحه في أخلاقه وقدوته فيؤثر دينيا أكثر من مدرس التربية الإسلامية. صح ولا لا يا دكتور؟ أنت تعرف قضية الطاقة وأعطيتنا فيها دروس يا دكتور فتيحي. كان الدكتور أبو بكر السيد أستاذ الرياضيات تكلمني عنه، أم أحمد زوجتي وموجود إلى الآن بالكويت الله يبارك فيه، قبل أن يدرس الرياضيات في الثمانينات وإحنا طلبة، يعطي الطلبة خمس دقائق نص حديثي من سطر وتعليق روحي، تعال شوف التأثير في الطلبة والطالبات. أبوة روح، أي عمل تكون النية فيها راكزة والروح متدفقة والإخلاص والشفقة وإنسانية الإنسان، فإذا كانت تحت مظلة العبودية فكيف إذا تحولت إلى لذة؟ هنا يكون التدفق والعطاء والأثر وأنت تحيا فيها أصلا. أم خليل وبأكثر هذه في المنطقة الفروانية أعرفها شخصيا، كل رمضان معنا كبيرة عندها 20 مرض، جدة يمكن جد يعني مو جدة بعد فوق جدة، بيتها يتحول إلى بنات الأمهات الكبار الجدات، غير شوف ديون تسدد، ديون مدارس، ديون أجار منزل، رسوم علاج، التوزيع في رمضان أنا شاهدت هذا في بيتها، يتحول الحوش إلى جبل من خياش الرز إلى العدس إلى المعلبات إلى المنظفات إلى الكراتين وإلى اللحوم والكذا في الثلاجات خاصة، وتوزع على مناطق الفقراء والمحتاجين الموجودين في البلد من أي جنسية كانوا أو من أي انتماء كانوا. وفوق هذا عندها مجموعة زور زيارات ميدانية للتحقق من بعض الحالات المأساوية. الكتاب يذكر لنا شاه حمد الصقر، يسمونها أم الدحداح الكويتية تأسيا بأم الدحداح الصحابية، في 1936 عندما فضع اليهود وبدأوا مقدمات الاستعمار المطلق والإحلالي، وجه الفلسطينيون أهل الأقصى نداء استغاثة، وصل نداء الاستغاثة إلى الكويت، فقام الشيخ أحمد الجابر وقتها أمير الكويت رحمة الله عليه بتوجيه النداء لأهل الكويت، فتبرع كل من تبرع. قامت شاه حمد الصقر رحمه الله ببيع سوق في المناخ لها، وجاب لها 2500 روبية في وقتها العملة،
فلما جمعوا كل ما جمع كان أكثر من تبرع من أهل الكويت هي هذه المرأة. ولما بنوا المدرسة الأهلية أيضا تبرعت بدكانها لإنشاء المدرسة الأهلية في الكويت سنة 1922. هذا مشهد من مشاهد المرأة. لماذا يقفل؟ المسألة تنافس، والمسألة عدم إغفال دور موجود نحتاج إلى إحيائه، لأن التاريخ ليس مجرد معلومات. تعقيم الذاكرة خطير جدا، لا بد من هذا الإحياء لأن له امتداد معرفي وامتداد ثقافي وامتداد تربوي وامتداد قدوة، ليس فقط يعني أجيالنا، لا تاريخيا للجميع. وقف في مكة للمحسنة منيرة نسميها العتيجي العتيقي 1277 في شعب بني عامر، زوجة بمكة وجلست هناك، اشترت مبنى عبارة عن مباني وحوش وديوان وقاعة ومنافع منزلية. أوقفت المدرسة كلها على من؟ على المساكين والفقراء، وبعدين يكون فيها أضاحي. الأسماء كثيرة: لولو المهيني، فاطمة الجعوان، فاطمة الميلم، عايضة مناحي العازمي إلى آخره. ويختمها في أم هلال رحمة الله عليها اللي هي غنيمة المرزوق. العبد الفقير ما له وايد في العمل الخيري، يعني أنا ماني ناشط في العمل الخيري، نعزز، نلقي محاضرة في العمل، نسافر مع وفد سافر، بس مو تخصصي، تخصصي شيء آخر. لكن وجودك في المجتمع يملي عليك أن تمد علاقات. من الناس الذين ما ذهبت لهم في دعمي يعني أي عمل خيري وردوني؟ أم هلال رحمة الله عليها. طبعاً هي أول ما جاءت من القاهرة ودرست الصحافة هناك فتحت مجلة أسرتي للاهتمام بالأسرة، ثم هي التي ابتكرت، وهني يأتي عملية تطوير العمل الخيري. رح ننتقل إلى مسألة الفردية، وهذا إن شاء الله الدكتور رح يثرينا فيها، إلى العمل المؤسسي، ابتكار طبق الخير، اللي هو أن العمل ما يكون مباشر وكعملية آلية فقط، إنما لا، يكون مشروع يدخل فيه جانب التراحم والتعاون والتعارف والتضافر مع بعض على عمل معين والتجديد. وطبق الخير يجيب لك ما لا تعرف فيها، يعني فيها رسائل كامنة ضمنية قد لا تظهر لكل واحد، إنما تقع من كل نفس موقعها وتؤثر. هي اللي ابتكرت هذا الشيء. وبعدين إلى آخر مشروعاتها من أزمة لبنان الأولى لما ألفت وبنت قرية الحنان الكويتية هناك. يعني أم الخير عبد اللطيف الهاجري رحمة الله عليه لما سألوه، كما كتب عبد المحسن الخرافي في عن رجالات الكويت أهل الخير، سألوه شو تسميها هالمرأة؟ قال هذه المرأة كانت تأتينا أموال ما ندري من وين، بعدين عرفنا منها. هذه المرأة ممكن نسميها أم الخير أو أم الأيتام. بنت جامعة في قرقيزستان وعطوها دكتوراه فخرية، وكانت أفضل جامعة، مئات الطلبة انضبوا تحتها. وبعدين عاد عضو مجلس صندوق الوقفي، عضو في بشائر الخير، ما تقصر، جزاها الخير. لي معها وقفة اندلت على شيء، فإنما تدل على حذق فهم وأفق واسع معرفي. غنيمة المرزوق ركزت على البعد الثقافي التعليمي، الجامعة، الكتب، لذلك طبعت كتاب الدكتور حسان حتحوت رحمة الله عليه، طبيب المصري الأسنان اللي كان هنا ثم ذهب إلى أمريكا ومسك مركز إسلامي كبير، بهذا عرفت ربي، وكتاب أحد مراجعي في رسالة الدكتورة. أم الخير اتصلت علي في أحد الرمضانات، أقدر أقول قبل 5 رمضانات أو 6، وقالت لي: يا محمد، أنت حلقتك اليوم كانت جميلة. كانت حلقتي عن امرأة أيضا، كانت حلقتي عن رابعة بنت إسماعيل العتكية العدوية. سامعين برابعة العدوية؟ طلعوا لها فيلم عربي يا شيخ طايس، خلوها رقاصة، ها، بهدلوا أبوها مسكينة، ما لها علاقة مسكينة. هالأفلام هذه يعني تحط سيناريوهات من عندها. اقرأوا ترجمتها في كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، شوفوا السيرة العطرة والزاكية. أنا لما طرحت رابع العدوية كان قصدي أتكلم عن البعد الروحي والنفسي، وكيف الإنسان إذا استقر داخليا وتعلق بالله عز وجل يرتاح. واليوم اللي يشوف اليوغا والرياضات الكثيرة، لأن في فراغ وما في
وعي لحقيقة العبادات الإسلامية. فلما خلصت الحلقة اتصلت علي وجبت أشعارها وجبت عباداتها وجبت، قالت يا محمد شوف اللفتة الذكية، الآن رابع العدوية أنا استمتعت في عبادتها، لكن وين أثرها الاجتماعي؟ وين امتداد قيام الليل والذكر؟ وأحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك، فلا الفضل في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الفضل في ذا وذاك. كل هذا وين من الواقع العملي الاجتماعي التأثيري؟ صح ولا لا يا شيخ؟ المجتمع محراب التعبد، وينه؟ أنا تأملت كثيراً، تأملت كثيراً في هذه الكلمة. لا نريد عبادة يسميها أحد المفكرين الانتحار بالسبحة، ينسحب من المجتمع ولا يكون لأي دور ويجعد يعني يجلس يكون كطقس مستقل. ولا نريد أيضاً تفاعل في المجتمع يكون انتحار بالذوبان في الآخر والتغريب. لا، نريد توازن اجتماعي يعرف الإنسان ذاته وهويته وينطلق منها ويأثر في الآخرين. هذه لفتة، لذلك كان اهتمامها بالتعليم والفكر والثقافة والمعرفة والجامعات والمدارس وغيرها من المشاريع. ننتقل العمل الخيري للمرأة، انتقل من العمل الفردي إلى العمل المؤسسي. الأمانة العامة للأوقاف لما نقرأ هكذا نريد مشاريع. فكروا يا جماعة، يعني الشيخ محمد الغزالي يقول 1000 لجنة في بلد واحد عن موضوع معين، كملوا سدوا فراغات في قضية اللجان والمشاريع وفرعوا. فمن المشاريع الممتازة واللي تخص المرأة أيضا في الأمانة العامة للأوقاف المشروع من كسب يدي، مركز متخصص لرعاية فئات تتقاضى مساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من أجل إيجاد مهنة سد الحاجة لهذه الأسرة التي فيها مجموعة بنات ونساء. مشروع مركز الاستماع، تخصيص مجموعة من الاستشاريين، علماء نفس، علماء اجتماع وغيرهم حتى في القضاء، من أجل أن يا جماعة مو كل الناس تستطيع وعندها وقت أصلاً وقدرة، وحتى ما تريد ستر أو ما تريد خصوصياتها تطلع بالتلفون على الدكاترة ولا المستشارات تعرض مشكلتها. احنا اليوم كل قضايا نقضيها بالتلفون، نقضي هذه الأمور. مشروع مركز إصلاح ذات البين في التعاون مع وزارة العدل، الخلافات الزوجية قبل لا تنفرض تجلس، وكم وكم من بيوت التأمت بعد اللقاء في هذه اللجان. يقولوا لي الوقت يداهم. طيب، احنا كلنا تكلمنا عن محل داخلي، لأن أنا يعني الكتاب اللي مطروح يتكلم عن الكويت. كنت في الأردن، طبعا كل بلد فيه من الأعمال الجيدة هذه، كل بلاد المسلمين ولله الحمد، لكن عجبني مشروع نسائي في الأردن اسمه بنات فينا خير، وهذا منبثق وتابع لوزارة الثقافة الأردنية. مجموعة بنات جامعيات وغير جامعيات اجتمعنا وأسسنا عمل للبنات اللي في الشريحة اللي هم فيه، من أجل أن يعرفوا يخاطبوا البنات بلغة العقل ولغة المعاصرة. لأن حنا اليوم أول كان الجيل 50 سنة، الحين كل 5 سنوات جيل يقول لك ولدك يبا، تصدق الطلبة الحين غير تفكيرهم اهتماماتهم حركاتهم لغتهم، قاعد تتداخل شيء السريع اللي قاعد يصير. هذا بعد موضوع آخر. بنات فينا خير 7 مشاريع، تالة لتعزيز القيم، هذا عنده مشروع ومطبوع ممكن يعرض. الريحانة لصناعة الداعية المؤثرة في قلوب الفتيات، تدريب. بائعة السعادة، مشروع يهدف إلى زرع الابتسامة، يزور الأيتام والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والعمالة، وهذه كلها لها آليات. تألقي، مشروع يهدف إلى إخراج منتجات فنية قيمية توزع على البنات وبقضايا رمزية. ويحلو المكان، عدة مشاريع. اللي لفت نظري رقم 7، إيلاف، اللي هو تمكين الحب في الأسرة. أنا كتبت تغريدة
جلسنا على أستاذ جامعي قال محمد الطلاق التافه اللي قاعد يصير يسميه طلاق تيك اوي بسرعة طلاق يعني يقول احنا عندنا الآن قبل أن يذهب الإنسان للزواج أنا بختم قبل أن يذهب للزواج يسوي فحص دم من أجل أن تكون الأسرتين على اطلاع هو يختار هو ما في مو إلزامي يختار والله ترى هذا فيه طبيعة جينات ما تساعد قد يكون مرض وراثي أو هذا فيه مصيبة من المصائب أو هذه طيب يقول لي يرحم والديك اكتب لك شيء وحرض أن نريد أيضا فحص دماغ عقل وش يقصد بالفحص العقل يقصد دورات تدريبية توعوية اجتماعية يقوم بها متخصصون قبل أن يذهب مشروع إيلاف في مجموعة بنات فينا خير يقوم على هذا الشيء ثم طور وبدأ يستهدف طلاب الجامعة شوف المشاريع الذكية وطالبات الجامعة ويطلعوا لهم بطاقة قيادة قيادة الحياة الزوجية تأخذ البطاقة بعد هذه الدورة من متخصصين مجاني يدخل يأخذ فيها البطاقة طبعا البطاقة لمن يأخذها هي بطاقة يعني اعتبارية في نفس الوقت فيها خصومات وهني الكل يركض هيا يا جماعة البلوشي حلو يعني ليش الهدية حلوة لو تكون صغيرة النفس البشرية هكذا لا لو خصومات محترمة ولقطاعات ممتازة فمن النتائج اللي خرجوا فيها في دوراتهم لطلبة الجامعة لما سووا استبيان إن كنا نظن طالبات الجامعة وطلبة الجامعة تقول البنات هذا كلام البنات كنا نظن أن الزواج عبارة عن فستان وصالة وشهر عسل وين الواجبات المتبادلة وين الحقوق وين التنازل وين ماذا نسعى عندما يكون الانفعال قوي يا وين التكتيك وين اللي يعطونا دورات كبيرة وين كتاب الذكاء العاطفي اللي درسونا الجماعة وين الفروق الفردية وين شفتوا المشاريع رائعة ورائدة تبدع فيها المرأة أكثر مما يبدع فيها الرجل لأن كما نعرف العملية ليست تضاد إنما تكامل وما وجد هذا التنوع إلا من أجل التكامل ما بأذكر التجربة الماليزية لكن أنا عاصرت أيضا وحضرت حفل مشروع رائع من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية اللي ابتكرته الأخت الأستاذة يعني سمية الميمني اللي هو ادفع دينارين واكسب الدارين مشروع انتشر في الجامعات والكليات الموازية أنك تدفع دينارين وتشارك في مشروع مدارس في أندونيسيا مآتم في نيجيريا يعني لو كان في وقت لسردت عليكم ماذا صنع هكذا ما خف حمله وثقل وزنه هكذا كان مشروع يكون فكرة وإحنا اليوم يعني في المؤسسات العالمية اللي يبتكر فكرة يطورها مؤسسة ينفذها جروب آخر مجموعة أخرى يسوقها فالمسألة العقول يكمل بعضها بعضا ويعني يوسع دائرة العقل هذا دائرة العقل ذاك ويكون تعاون هذا موجز لمشاركة بسيطة في إحياء وتعزيز مثل هذه المشروعات لكي نرى في المستقبل امرأتنا أماً وأختاً وزوجة وبنتاً وطالبة ومتقاعدة يكون لهم عمل خيري كما نقرأ اليوم ونسمع أعمال خيرية تبتكر وتنطلق حتى من بيوت فلما تمتد هذه الأمور وتنتقل من أعمال موزعة ومن واجبات يشعر بها الإنسان إلى أن تصبح ثقافة اجتماعية العمل الخيري ثقافة اجتماعية وانتم تحسون في هذا البلد أن العمل الخيري ثقافة اجتماعية وفي بلدان إسلامية كثيرة وأنتم ما ترون أن ما أن تكون هناك كارثة أو مصيبة إلا وتضافرت الجهود وتطلعت النفوس وكل يمد من يده من أجل العمل الخيري لكن نريد أن ينتقل العمل الخيري ويقوى مثل هذا العمل النسائي العظيم ينتقل من الحالات الفردية إلى المجموعات الصغيرة إلى الارتباط بمؤسسات كبيرة إلى التنوع شكر الله لكم وبارك الله في جهودكم وجزاكم الله خير شكرا للدكتور محمد العوضي الداعية والمفكر الإسلامي ضيفنا في الفقرة التالية من هذه الندوة
هو الدكتور وليد أحمد حسن فتيحي، دكتوراه في الطب من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1991، البورد الأمريكي في الأمراض الباطنية 95، الزمالة الأمريكية في الغدد الصماء والسكر من المستشفيات التعليمية لكلية طب جامعة هارفارد، وكذلك البورد الأمريكي في المجال نفسه عام 1999، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمستشفى المركز الطبي الدولي بمدينة جدة. له مشاركات عديدة في التدريس والمؤتمرات والندوات الطبية، وله أبحاث علمية هامة في كثير من المجالات في المجلات الطبية والعالمية. له مشاركات أدبية في الصحف والمجلات. تم تكريمه كأفضل رئيس تنفيذي في القطاع الصحي في المملكة العربية الصحية في المملكة العربية السعودية عام 2009 من قبل داري تومسون للأبحاث والنشر. في عام 2012 اختارته مجلة أرابيان بيزنس ضمن قائمتها لأكثر الشخصيات تأثيراً في المملكة العربية السعودية. من مقولاته الرائعة: نادرون حقاً هم هؤلاء أصحاب المبادئ والرسالات الذين يسخرون حياتهم وأقلامهم وكلماتهم من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل بشجاعة وصدق وأمانة وتجرد وإخلاص. والأندر منهم هم هؤلاء الذين لا تتبدل ولا تتغير ولا تتلون ولا تميع مبادئهم بتعاقب الأيام. طرق الإعلام عبر برنامجه الشهير ومحياي واحد واثنين والثالث قادم بمشيئة الله، والذي عرض على عدة محطات وكذلك اليوتيوب، وتناول مواضيع مهمة للإنسان لأنه جعل الإنسان قضيته ويدعو لأن تكون صاحب رسالة وقضية. أترك الكلمة الآن للدكتور وليد فتيحي رئيس مجلس إدارة المركز الطبي في جدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أول شيء أبدأ، أنا لي 45 دقيقة فحبدأ إيش التايمر حقي. أولا أشكركم على هذه الدعوة الكريمة والحضور، وأنا أحببت هذا البلد قبل أن أزوره، لأني كنت أعجب وأنا في أمريكا في الثمانينات كيف لبلد صغير الحجم اللاشعورية اللاوعي من ناحية النفسية هناك نظرة في هذا المجتمع العربي للمرأة، وهي سيطرة الرجل في هذا المجتمع الذي نسي ما معناه أن تكون المرأة النساء شقائق الرجال، ونجدها في كل مكان. فلذلك وجدت أنني لا أريد أن أرقص على نغمات مجتمعي. إيه يعني نغمات؟ صدقوني كل مجتمع عنده نغمات، وكثير منا يرقص على هذه النغمات ولا يدري أنه يرقص. إيش يعني يرقص؟ أنتوا عارفين كيف يجعلوا الدب يرقص في السيركس؟ أحد يعرف كيف؟ يجيبوا هذا الدب وأول شيء يضعوا له صفيح ساخن، فالدب المسكين يقف ويضطر أنه يرفع رجل ويبقيها فترة، ثم يصير جدا حار عليه يضعها ويرفع الأخرى، وأثناء ما يفعل ذلك يضعوا له موسيقى، فيصير عبارة عن إيش؟ توافق أو تناغم أو عمل أسوسيشن، ربط ما بين الصفيح الساخن وما بين هذه الموسيقى. يعملوها يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة مية ألين خلاص يرسخ عنده أن هذه الموسيقى هي معها هذا الصفيح الساخن. يحطوه في السيركس من غير الصفيح الساخن ويلعب موسيقى، ماذا يفعل الدب؟ يبدأ الدب لا شعوريا بالرقص. وكذلك نحن نرقص على أنغام مجتمعاتنا ولا نعرف أو نرقص طربا أو نرقص فرحا أو نرقص برمجة اجتماعية. أنا حب المثال في العيد الوطني، أنا ما أعرف كيف العيد الوطني عندكم في الكويت، العيد الوطني في السعودية يخرج الشباب ليمارسوا وطنيتهم بتخريب البلد، فيخرجوا يقفلوا الشوارع يكسروا الدنيا، هذا تعبير عن الفرح. تجد الواحد منهم يقول له: يا ابني أنت
اتخرجت؟ قال له والله علاماتي كانت ضعيفة وما استطعت اني ادخل جامعة. طيب يا ابني انت حصلت عمل؟ لا والله ما حصلت للساعي على حافز، بس يعني منتظر ان شاء الله. طيب يا ابني تزوجت؟ لا والله لسه ما حصلت بنت الحلال وما حد قابلني يعني. طيب انت ايش عامل؟ قال والله انا ساكن مع امي وابويا. كم عمرك؟ 25 سنة. طيب يا ابني انت ليش فرحان؟ قال قالوا عيد وطني فرقصنا. فقل له يا بني الوطنية هي في توطين الخير واستئصال الشر، وليست في التطبيل ولا التزلف ولا التملق، ولكن في توطين الخير واستئصال الشر وفي حسن الأخلاق. للأسف هذه المفاهيم ضاعت، فما حبيت أني أرقص على نغمات مجتمعي، لأنه نحن للأسف مجتمعات، كل مجتمعات تحب أن يكون الأشخاص عبارة عن صورة طبق الأصل، واللي ما يكون صورة طبق الأصل يعتبروه عبارة عن صورة إيش؟ مضروبة. قبل ما أتحدث إذن عن دور المرأة ومشاركتها في الأعمال الخيرية، وهي كثيرة جدا، بل أنا سأثبت لكم أن المرأة أكثر أهلية أن تقوم بأعمال الخير بما حباها الله من عاطفة ومعرفة للحق وعدم مكابرة للحق. قبل ما أبدأ ذلك حب أعرض معكم آخر 3 دقائق من حلقة الأم صانعة الأجيال من برنامج ومحياي 2. في أحد شاف الحلقة؟ قليل. الأم صانعة الأجيال، الأم أول وطن. فهذه آخر 3 حلقات. في الحلقة أثبت أن دور المرأة أكبر بكثير جدا من دور الرجل، بل إن الطفل تصنعه الأم. فنشوف مع بعض آخر 3 دقائق، وأعتذر للرجال، فقد يكون هناك أمور يعني تغضي بعضكم، ولكني أؤمن أنها الحقيقة. اسمع إن شاء الله. طيب ليش الماجه الصوت؟ الصوت شعيب. إن العلم والدراسات والأبحاث تثبت بما لا يقبل الشك أن الأمة هي أهم مدرسة في صناعة الأجيال. هنا أفهم قول حافظ إبراهيم عندما قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحيا بالري أورق أيما إيراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق. وهنا أفهم قول نابليون بونابارت: اعطني أما طيبة أعطيك أمة عظيمة. وقوله: إن المرأة التي تهز المهد بيمينها تهز العالم بيسارها. ولكن الأمة قبل أن تكون أما، وترتفع مكانتها في المجتمع كأم لتصبح صانعة أجيال. ماذا كانت؟ كانت طفلة، ثم فتاة، ثم امرأة. فهل عملت الأنثى كطفلة وفتاة وامرأة بما يليق بها كصانعة أجيال وبما يهيئها لحمل هذه الأمانة العظيمة؟ يشرح الدكتور مصطفى حجازي في كتابه التخلف الاجتماعي مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور الوضعية التناقضية للمرأة في المجتمعات المتخلفة. فالمرأة في أي مجتمع هي أفصح الأمثلة على وضعية القهر بكل أوجهها، بحكم أنها أضعف عنصر فيه، فيتعاني أنواعا مختلفة من الاستلاب المقنن، تارة باسم الدين والدين بريء منه، وتارة باسم العادات والتقاليد، رغم أن الشرع أولى بالاتباع، فتهضم حقا ضمنه لها الشارع. وهل غير الله أعلم بما خلق وأقدر على تشريع وتنظيم الحياة؟ فنرى في المجتمعات المتخلفة تناقضاً عجيباً في معاملة المرأة، ما بين تبخيس وتقديس، تبخيس المرأة كأنثى وتقديسها كأم. وليس أكثر تبخيساً للمرأة في المجتمع المتخلف من مكانتها في لاوعي الرجل المقهور بإسقاط العيب والعار والضعف والنقص عند الرجل على المرأة اجتماعياً. فتستخدم المرأة كوسيلة للتعويض عن المهانة التي يلقاها الرجل المقهور اجتماعياً، أو التعويض عن قصوره اللاواعي اجتماعياً بإسقاطه على المرأة.
فتفرض على المرأة وضعية من القهر تقضي على إمكاناتها الذهنية والفكرية والإبداعية والاستقلالية والمادية، بل ويكرس كل هذا كما تكرس صفات الأنوثة المبخسة. إنه التبخيس المفرط المقنن المبرمج. المرأة العورة، المرأة العيب، المرأة الناقصة، المرأة الضعف، المرأة القاصر. هل يمكن كل هذا أن يتحول بين يوم وليلة لتصبح الأنثى والمرأة أماً ويغدق عليها من صفات التقديس مثل الجنة تحت أقدام الأمهات؟ هل سيرى طفل اليوم، رجل وامرأة الغد من هذه الأم إلا ما أسقطه المجتمع عليها؟ هل تستطيع الأم المهمشة المنكسرة المنهزمة المبخسة أن تخرج جيلاً بصفات غير التي ألبسها المجتمع إياها؟ إذا أردنا حقاً أن نخرج أجيالاً تنهض بأمتنا من جديد، فليس من طريق إلا أن نعيد للمرأة مكانتها التي ضمنها لها الشارع وأكد عليها الرسول بقوله: إنما النساء شقائق الرجال. فكل استلاب فكري وعقائدي ونفسي واجتماعي وسياسي واقتصادي يسقطه المجتمع المرأة سيسقط بالتلقي والتربية لا محالة على الجيل القادم بأسره. وإلى أن نعيد للمرأة حقوقها وعزتها وكرامتها، لن يكون هناك جيل قادم قريب يعيد لنا كأمة حقوقنا وعزتنا وكرامتنا. التأصيل الشرعي موجود لمشاركة المرأة في كل مجالات الحياة. من فيكم قرأ الكتاب للدكتور أبو شقة؟ هذا مرجع أنا أنصح الجميع أن يقرأه، هو عبارة عن 6 مجلدات، وهذا الرجل قضى 15 عاماً ليؤصل هذه المادة، واستند فقط إلى كتاب الله وإلى نصوص صحيحي البخاري ومسلم، ما وضع أي شيء من عنده، وأصل فيها مشاركة المرأة في كل مجالات الحياة بلا استثناء، ما وضع فيها أي شيء من عنده، يعني شيء مؤصل. للأسف هو ممنوع في بعض الدول العربية، فأرجو من كل امرأة أن تقتني هذا الكتاب وأن تقرأ هذا الكتاب حتى تحمي نفسها من أن تكون ضحية لهؤلاء الذين يريدون أن يهمشوها ويخرجوها من الحياة. طبعاً نحن الأمثلة كثيرة جداً في الإسلام. ستنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها هي أول عمل خيري، الخيرية التي فيها استطاعت أن ترى خيراً النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وقبل أن يكون نبياً. نماذج في الإسلام عندنا رفيدة الأنصارية هي أول من أسس ما يسمى بالتمريض الميداني، ليست نايتنجيل كما يدعون في الغرب، بل هي رفيدة الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، أم عمارة. حتى المشاركة في الأمور التي مفترض ألا تشارك فيها وهي إيش؟ الحرب والقتال. أم عمارة هي من الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تدافع عنه، وأعطاها الترس، وقال كان يقول عليه السلام أن جرحت 12 جرحا، قال: والله إنك تطيقين ما لا يطيق أحد يا أم عمارة. طيب مظبوط، ومن يطيق وتطيقين يا أم عمارة، يعني معنى آخر مشاركة حقتها مش فقط في الأشياء اللي هي مؤهلة جسديا فيها، وحتى الحرب والقتال هي من بقيوا مع النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنهم عندما فر الصحابة: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم لأخراكم. فروا الصحابة، ما بقي منهم إلا أقل من 10، ومنهم أم عمارة. فلذلك المشاركة المرأة في الحياة حتى في الأمور التي مفترض أنها جسديا غير مهيئة لها، أظهرت المرأة أنها شقائق، أنها حقا النساء شقائق الرجال. ولكن أعظم مشاركة للمرأة في أعظم عمل خيري هي في صناعة الأجيال. حقا هذه أعظم عمل، أكد لكم أنا كما قال يقول نابليون بونابرت إن المرأة التي تهز العالم، تهز المهد بيمينها تهز العالم بيسارها. المرأة الذي يشكل عقل الطفل يا جماعة هي الأم وليس الأب. أنا في حلقة ومحياي اللي هي الأم وصناعة الأجيال وضحنا من الناحية العلمية البحتة أنه أول 7 سنوات في حياة الطفل
يشكل أكثر من 80% من كل شيء، من الشخصية والسلوك والمبادئ والذكاء العاطفي. القاعدة النفسية السلوكية الأخلاقية الاجتماعية بنيت، والتي بنتها هي الأم. زي ما تعجن العجينة بتعجن دماغ الطفل. 7 سنوات، هاي صورتي أنا عمري 8 سنوات. أقول لكم الذي يعني عجن هذا العقل يكون كما هو الآن هي والدتي الله يحفظها. والدتي حياتها كلها كتب، الوالدة حياتها كلها كتب، ما تعرف لا عندها خرجات ولا أفراح ولا كلام فاضي، ده حياتها في الكتب. تتحدث اللغة العربية إلى الآن أحسن مني، واللغة الإنجليزية أحسن مني، وأنا كاتب اللغة الإنجليزية، ويتحدث اللغة الفرنسية تعلمتها بنفسها، وهي من الحجاز، تعود إلى بكر الصديق. امرأة علمتني معنى الحياة وقيمة الكتاب، علمتني معنى الغنى والثراء. يعني والدي شغلته مجوهرات، كل الفتيحي عبارة عن 100 عام عملهم مجوهرات. الوالدة ترفض أن تلبس مجوهرات، نتخدعها يا ماما بس عشان الحفلة، تقول يا بني يا ابني. المرأة اللي هي عندها مجوهرات تلبسها قد تكون ثرية ولكنها ليست غنية. فالغناء الحقيقي هو أن تستغني المرأة بما تملك من عقل وقلب. هذه أمي، فهي التي صنعتني. الأم بطبيعتها عندها، المرأة بطبيعتها عندها خيرية، بل أنا أدعي أن المرأة أكثر أهلية أن تقوم بالأعمال الخيرية والتطوعية من الرجل. الرجل فيه كبر وفيه مكابرة، المرأة ليس فيها مكابرة. الخيرية هذه تجدها في كل مكان، المرأة في كل مكان بالرغم من مسؤوليتها اللي هي الحمل والرضاعة، ومع ذلك تجدها في كل مجالات الحياة موجودة. أنا حوريكم الآن فيديو بعد 11 سبتمبر، ربنا أكرمنا أن نكون هناك. وسبحان الله، يعني أنا كنت وأنا صغير، شوف كم عندي كم بقي لي وقت، إذا ما في وقت أغطى عدي، لا لسه في وقت. وأنا صغير كنت يعني الهدف حقي عمري 7 سنوات أني أكون محامي أو قاضي، وأني أمثل القضايا الإسلامية في المحافل الدولية. وشاء الله سبحانه وتعالى أني أتخرج وأروح على، كنت ناوي أخذ دكتوراه من هارفارد في القانون ودكتوراه شريعة الإسلامية من أحسن جامعة موجودة. وخرجت، مر الأيام، الوالد يأتيني ويطلب مني أتمنى أنك أنت تفكر تدخل في الطب. فقلت له لا، ما في طب، أنا رجل صاحب رسالة، يمين يسار، ليش أنت مصر؟ قال لي يا بني أنت عارف أنا كان عندي بعثة جاتني وأنا في عمرك أني أطلع أدرس طب، ولكن والدك، والدي، جدك فقد بصره، فقيل لي أولى لك وأبر أن تجلس بجوار والدك. وجلسنا وبدأنا، الوالد بدأ فقرة الفرع، الوالد ما كان عندهم فلوس، بدأ بسبيكة واحدة من الذهب، وربنا فتح عليه. قال ولكن ما زاد غصة في نفسي، قلت والله يا أبوي أنا ما أقدر أساعدك، أنا صاحب رسالة وصاحب قضية. قال لي طب أنا دخلت على طبيب ولقيت مريض دخل يبكي ويدعو لأبو وأم هذا الطبيب في قبره، من سيدعو لي؟ قلت إن شاء الله هؤلاء اللي سأدافع عنهم في المحافل الدولية سيدعو لك بإذن الله. يمين يا ساكت، أقول لك لا يقبلوا أصلا في أمريكا. قال لي يا أخي قدم. فروحت قدمت، أخذت الاستمارة جورج واشنطن ومليتها بالقلم الرصاص، وكلمت بالتليفون قلت له قدمنا للطب، والرجل قاعد يبكي ويدعو يبكي ويدعو، وأنا أقول يعني إيش متى ينتهي، ولم أدري أن أبواب السماء قد فتحت لدعوته. بعد 2 شهر دعوني في جورج واشنطن، عندهم برنامج يسموه Early Selection Program، برنامج اللي هو القبول المبكر، وعملوا دراسة حتى يجعلوا هذه الجامعة قوية. فكانت دراسة تقول يختاروا 5 طلبة من تخصصات غير تقليدية، الاقتصاد والسياسة والهندسة، وأنا كنت أدرس هندسة. فقالوا أنت الوحيد المقدم للهندسة وعندك علامات كاملة، فجاءك القبول المبدئي، وكذلك من غير الاختبار اللي هو حق الطب، وكذلك سكولرشيب. فعصبت، أصبت باكتئاب كأنه سحابة سوداء فوق راسي. فطلعت فيه لقيته يهودي لابس الطاقية دي حقته والثاني باللحية. فقلت له على الفكرة باي ذا واي أنا سعودي، أنا سعودي ومسلم. قال إحنا ما عندنا عنصرية ضد أي لون وكلر، لكني علمت تلك اللحظة الله سبحانه وتعالى كتب لي في هذا المجال. فدخلنا في الطب، خلصنا الهندسة ودخلنا الطب. وتمر الأيام ونسيت نيتي ولكن الله لا ينسى. ويأتي 11 سبتمبر
وفي الجالية الإسلامية في بوسطن 50,000. قالوا نريد واحد يمثلنا في الإعلام. فجاءوا العبد الفقير قالوا نريدك أنت تمثلنا في المحافل الدولية في التلفزيون. تم عندكم محامين وقضاء وعندكم؟ قال لا لا، نريد طبيب من هارفارد عشان يجير هذا الاسم ويتحدث بالناحية الإنسانية. فالحمد لله انطلقنا فيه. الشيء العجيب أن بدأنا الدعوة في 11 سبتمبر، دخلوا الإسلام مئات ومعظمهم من الشباب والشابات، ولكن 90% منهم نساء شابات. ليش؟ لأن المرأة إذا علمت الحق لم تكابر، لكن المرأة الرجل يكابر. المرأة من طبيعتها إذا علمت الحق تسير فيه. فأوريكم إن شاء الله الفيديو هذا. On hate crime, which is part of the governor's office. We've worked with the state attorney general quite extensively. We've worked also with the Massachusetts Commission Against Discrimination, which is a state agency, and which is an agency that actually gave us an award in the State House in February for the work we had been doing for public education to inform the greater public about the Muslim community. I was professionally impressed by what the Islamic Society of Boston was doing after September 11th, and I was personally touched by it. هذه أكبر كنيسة في بوسطن. The ISB had been going out and making not dozens, but هذه الكنيسة هي اللي يعرف بوسطن اسمها ترينتي تشيرش، هي أكبر كنيسة. وكان ذاك اليوم موجود المير والجوفرنر وأربعة آلاف بني آدم وخمسة قنوات تلفزيونية. طبعا رجعنا البيت نحن مبسوطين لأنه الكنيسة انفجرت بكاء وأنا أقرأ القرآن. في الأول قرأت الآيات باللغة الإنجليزية عن سيدتنا مريم وعلى الأنبياء، ثم عندما قرأت القرآن تجويدا انفجرت الكنيسة بكاء. ويأتوني مسيحي يقول والله ما فهمت كلمة، ولكن هذا كلام ليس كلام بشر، وصل إلى قلوبنا. طبعا رحنا التلفزيون في البيت مبسوطين، نبغى نشوف التلفزيون خمسة قنوات، لكن إيش للأسف ما جابوا شيء، لأن الإعلام بيد من؟ أعطيني إعلاما بلا ضمير أعطيك شعوبا بلا وعي. طيب المهم، لكن الشيء العجيب أن النساء 90% تيجي الواحد تسلم تجيب صحبتها، وهكذا أول ما واحدة فيهم تعرف الحق تأخذه على طول. من هؤلاء النساء أندريا يوسيم. هذه أندريا يوسيم أمها يهودية وأبوها مسيحي، كانت دارسة comparative religion اللي هي مقارنة الأديان من هارفارد. أسلمت وأصبحت من دعاة رائعة. كنت أنا لما أجي في الكنائس يسألوني ليش الحجاب فرض على المسلمين على المسلمات، أديهم إجابة 10 دقائق ربع ساعة عن الحشمة والأخلاق وا 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 وا. وقفت معها يوم فجاء السؤال، سألوها واي مين يتكلم اللغه الانجليزيه؟ طب يقول انجليزي بالعربي عن الترجمه خلاص. سالوها why is it that the veil is why the muslim women wear the veil، ليش النساء المسلمات فرض عليهم الحجاب؟ فقالت لهم have you ever seen a picture of virgin mary peace be upon her without the veil؟ عمركم شفتوا صوره لستنا مريم؟ طبعا هم عندهم صور يدعوا ان ستنا مريم. عمركم شفتوا صوره ستنا مريم من غير حجاب؟ قالوا هنو طبعا لا. قالت لهم واي ليش؟ قالوا because this is a sign of purity، هذه صورة من صورة الطهارة والنقاء. قالت لهم and that is the case for Muslims. Next question، وهذا الحال بالنسبة للمسلمات. السؤال اللي بعده، رسولا من أنفسهم بلسان قومه في خلال دقيقة واحدة انتهى الموضوع. وهكذا، فهذه المرأة أسلمت من الدعاء، وزوج واحد اسمه جاستن أبوه بريست، والاثنين أصبحوا دعاء علم اللغة العربية. فأقول لأخواتي اللي جالسين هنا، انتبهوا يا أخواتي، ستحاسب يوم القيامة مع هذه اللي أمها يهودية وأبوها مسيحي، ونحن ولدنا في بلد إسلامي ولغة عربية. مو بعيد تكون الآن لغة عربية أقوى من كثير من بناتنا، فانتبهوا لأن المحاسبة حتكون عسيرة والمقارنة حتكون صعبة بيننا وبين هؤلاء العمالقة. طيب الشورى، الله يحفظ الملك أصر على إدخال المرأة في الشورى، وكنت دائما اقول كلمه شويه ثقيله، زوجتي قالت لا تقولها بس حقولها. قلت لها لما تدخل المراه في الشورى ستجعل انصاف الرجال رجالا.
لأن المرأة إذا شافت الحق اتبعته، يتكلم، هيتكلم على الفقر، هيتكلم على الظن، هيتكلم هيتكلم هيتكلم، وقد فعلت، وبدأ الشورى يأخذ منحى مختلف عندما دخلت فيه المرأة، فبارك الله في الملك عبد الله. طيب، اندفاع فطري للتطوع، هذه سيول جدة، خرجوا الفتيات، طبعا في الشباب كذلك خرجوا، بس الفتيات خرجوا أكثر من الفتيات. الشيء العجيب يأتوا من جميع شرائح المجتمع، يعني تيجي واحد معك وشايل شنطة لوي فيتون ب20,000، يعني معناها شريحة مجتمع اللي هي الغنية الثرية الخيرية التي في المرأة دعتها أن تخرج بغض النظر من أي شريحة. الشباب غير، الشباب مختلف، الشريحة معينة اللي هي الثرية عايشة في عالم ثاني. هذه أختي مها في جمعية مرشدات السعوديات، وعملوا برنامج قوي جدا بالنسبة للحج للناس اللي هم الأطفال والكبار في السن اللي تائهين، برنامج على طول يحصل عليهم مأوى لهم، واتصالات قوية جدا في خلال ساعة ساعتين ثلاثة وأقل 24 ساعة يرجعوا الأطفال إلى ذويهم. تصوروا هذه الخدمة الرائعة جدا، وغيرها كثير، الهلال الأحمر السعودي، هذه متطوعات كويتيات في عمان، وغيره كثير حقيقة. في كل مجالات الحياة المرأة موجودة، ما أحتاج أني أنا أعدد، لأنه كوني بأعدد في حد ذاته فإني أرقص على نغمات مجتمعي، كأني بحاول أثبت أن المرأة تستطيع أن تقوم بأعمال يقوم بها الرجل متطوع، بل أقول المرأة مؤهلة أكثر من الرجل في الأعمال الخيرية والتطوعية. ولكن من أين أن نبدأ؟ نحن نرى ما شاء الله كثير من الفتيات من مدارسنا، من أين نبدأ؟ إيش رأيكم؟ من أين نبدأ؟ معروف واحد شيء نبدأ به، من أين نبدأ؟ واحد شيء، شيء عميق لا يرى بالعين، شيء يحرك هذه السفينة حامل الطائرات، المدينة المتحركة يمنى ويسرى، مع أنه صغير لا يرى في العين، لا يرى بالعين. ما سبقكم أبا بكر بصلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في نفسه. فلنبدأ بالنية، صناعة النية هي أهم شيء. نية المؤمن خير من عمله، وقفت عن هذا الحديث، ماذا يعني نية المؤمن خير من عمله؟ يعني معنى آخر، إذا واحد عنده نية خير طيبة، عندك نية خير طيبة، وحال بينك وبين العمل شيء خارج عن إرادتك، هل يكتب لك أجر العمل أو لا؟ يكتب، بس كم العلامة لتأخذها؟ 100%، معناه في هذا السيناريو ها؟ نية المؤمن خير من عمله. طيب، إذا كان نية المؤمن خيرة، هل يمكن أن يتكاسل؟ ممكن واحد يكون عندها نية عمل خير ويتكاسل؟ يرفع عندكم، مين يعتقد ممكن واحد يكون عنده نية طيبة خيرة صافية ومتجردة ويتكاسل؟ مين يعتقد أنه لا يمكن يتكاسل؟ والله حزب الكنبة اليوم كبير، حزب الكنبة اللي هم لا يرفعوا الدولة هنا وهنا. طيب، الشعراوي عنده مقولة جميلة يقول: الله عز وجل عندما خلق الإنسان أمر الجوارح أن تطيعه فأطاعته على مضض. لماذا الجوارح تطيع الإنسان على مضض؟ ما تبغى تطيعه، ليش؟ لتخشى أن يأمرها بالمعصية فتعصي، لأنها جبلت عليش على الطاعة. لذلك يوم القيامة تأتي تشهد عليك الأرجل والأيدي، يا ربي أنا بريئة منه، هو اللي عمل، فأطاعته على مضض. يقول الشعراوي: فإذا كان في نية خير متجردة، ماذا تفعل بك جوارحك؟ إيش تعمل بك؟ تنهض بك جوارحك. وإذا كان في نية عمل سيء، إيش تصير فيك؟ تثبطك جوارحك. يعني يقول لك إيش؟ نام، أنهد، نوم الظالم عبادة. فنية المؤمن خير من عمل أعمال البنيات، هذا حديث تبدأ به معظم الصحاح، وقال عنه الشافعي أنه ثلث العلم. هذا عبارة عن مفهوم دولي، مفهوم كوني في كل الديانات. إذا واحد عنده نية صافية فإن العالم كله يتآمر معه. هذا وين داير؟ عنده كلام جميل جدا، وعنده فيلم جميل اسمه ذا شيفت أو ذا النقلة. يقول: كل ما نعمل في حياتنا نحن واحد شيء فقط، نحن كلنا نأخذ طاقتنا من مصدر واحد للطاقة، ما في غيره. كيف؟ عن طريق النية. إذا كانت نيتنا طيبة فهذه الطاقة أو المصدر سيستخدمنا من أجل أن نعمل في الأرض. إذا النية أنت مخير فيها. أنا أؤمن أن التخيير المطلق هو في النية. كل قرارات الأخرى في حياتي لابد يكون في شيء معين ها جعلني أختار هذا أو ذاك، ظروف معينة،
أنا ما بحكم أني حقابلك اليوم ولا قابلك اليوم ولا أكون بالحالة هذه، لا، في شيء كثير ما هي بيدي، لكن النية هي بيدك وبيدي. أينما كان النية في حياتنا، هل يمكن قياس هذه النية؟ كيف نتواصل حقيقة نحن؟ بالناس نحن نتناقش مع دكتور محمد قبل المحاضرة على موضوع الطاقة، بقول نحن تواصلنا مع بعض ليس فقط كلام، وإنما كذلك طاقة كهرومغناطيسية. هذا إيش اسمه اللي هو مانديلا، هذا الرجل لما يتكلم صوته خفيف كده ورقيق، ولكنه ما تحدث إلا أبكى الناس، كمية حب عجيبة. سجن 24 سنة، خرج من السجن يحمل الحب لكل أحد في هذا بلده، بل أن السجان حقه أخذه معه يعمل معه. كمية الحب اللي في هذا الرجل، تستطيع تواصل مع الناس وإن كان طريقة أدائه وكلامه. عشان كده أنا ما أؤمن بالدورات هذه، يقول لك الإلقاء، إما أن تؤمن بما تقول وتشعر بما تقول فتصل لقلوب الناس، وإلا لا تتحدث. هذا الرجل اسمه باكستر، عمل دراسات أثبت أنه الإنسان يؤثر في كل شيء حوله حتى النباتات، فحاول يهدد حياة النبات عن طريق يشعل كبريت، ووجد أن النبات شعر بذلك، عمل بيان، تخطيط بياني، فاستغرب، قال مش معقول. عملها مرة، اثنين، ثلاثة، مئة مرة، عملوها في الصين، في روسيا، فخرج للمجمع العلمي يقول أن النباتات والحيوانات تشعر بمشاعر الإنسان وبنيته به. فإيش عملوا فيه؟ ضحكوا عليه، صار كل تجربة مضروبة يسموها باكستر إفكت، تأثير باكستر، وتبهدل 7 سنوات لين ما جاء هذا الرجل. هذه تجربة، جرح واحدة امرأة، ثم نظر اللحظة جرحت فيها الامرأة، النباتات الموجودة حط لها جهاز اللي هو لايت ديتكشن، وجد أنه في تسجيل في الرسم البياني يبين أنه هذه النباتات شعرت بأن هناك في معاناة. نعم، عشان الوقت عادي. بهدلوا 7 سنوات لين جاء هذا الرجل اسمه بروفيسور فريتز بوب، وأثبت أنه نعم، مشاعر الإنسان تخرج ما يسمى بالفوتونات الحيوية، بيولوجيكال فوتونز، وتتغير. دكتور القاضي الله يرحمه عمل دراسات أنه تقوى بعد الصلاة وبعد الوضوء، تكون خضراء وحمراء، والحب له طاقة والكره له طاقة، يعني نحن عبارة عن مجموعة طاقة تخرج من هذا الإنسان. بل هناك ما يسمى المجال الكهرومغناطيسي، إلكتروماغنتيك فيلد. هذا الرجل ويليام تيلر هو أعظم ساينتست موجود الآن، يتحدث كثير، عمل دراسات كثيرة، واحد دراسة رائعة، جاب غرفة فضاها من كل أنواع الكهرباء، وخلى أشخاص يقفوا في هذه الغرفة، شخص يقف، بمناسبة الإنسان لما يحرك يده بتخرج كمية طاقة تسجل، فخلاهم واقفين، خلاص ما في مصدر طاقة على الإطلاق. ثم طلب منهم أن يفكروا في عمل خير، نية خيرة، وفوجئ أنه الميتر أو العداد الكهربائي بدأ يسجل طاقة كهربائية، وليست قليلة وضعيفة، وإنما عالية جدا. معنى ذلك أن أفكارنا ونوايانا تخرج طاقة جبارة تؤثر فيما حولنا. طبعا هو الرجل يقول أنه ينقصنا في هذا العالم هو الحب الحقيقي، هذه الطاقة الآن تصور موجودة. طبعا هو تخوفنا نحن لما نتحدث في هذه الأمور أن الناس اللي هم غير علميين يركبوا الموجة، خاصة في مجتمعات اللي هي غير متعلمة، لكن واحد في نفس الوقت بيحاول يشرح الأشياء العلمية وقل حتدوا على قلبه حتى لا يسرقوها اللي هم يسموهم دولة الدجالين، السوق السوداء الدجالين، عشان يأخذوها عشان يجيروها لصالحهم. بوزن أينشتاين وجدوا مادة خامسة، المواد عبارة عن إيش؟ عندنا مادة، لسه عندي الحمد لله، مادة اللي هي الهواء الغازية، والمادة السائلة، والمادة الصلبة، والمادة البلازما. المادة الخامسة مادة عجيبة جدا، هذه عبارة عن إيش؟ الذرات تكون متراصة كأنها ذرة واحدة، act as one atom، وتنتقل مئات الآلاف من الأميال بسرعة الضوء دون أن تضعف. لكن بوزن أينشتاين لم يستطيع أن يثبتوها في المعمل، صعب بالنسبة اليوم، صعب. لكن جاء عندك كورنيل أن وايمن 1995، استطاعوا أن يثبتوها في المعمل، هذه المادة موجودة، وأخذوا عليها جائزة نوبل عام 2001. نعم. طيب ماذا نريد أن نقول هنا؟ نقول الآتي، الآن نحن عبارة عن طاقة، بمناسبة كل ما حولنا عبارة عن طاقة، حتى الطاولة دي يتهيأ لك أن هي جامدة، هي عبارة عن طاقة. بل الشيء العجيب
أنه أجسادنا نحن 99.9999 من عشر هو فراغ، زي ما تطلع في الفضاء النجوم تشكل إيش؟ الفضاء 99.9 من الفضاء فاضي، مظبوط؟ النجوم عبارة عن، وكذلك الأتم حقتنا داخلية، الفراغ الذي فيها 99.99 نحن فراغ، ولكن الأدوات الإدراك حقتنا التي خلقها لنا الله تجعلنا نراك وأراك، أراك أنك أنت عبارة عن شيء صلب، لكن عبارة عن أنت عبارة عن طاقة، كلنا طاقة على فكرة. قبل ما نموت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديق، لما قبل ما تموت سترى الأمور كما هي، سترى كل شيء حولك ما هو إلا عبارة عن حقل من الطاقة، إلوجن عبارة عن مسرحية، وترى أشياء حقيقية. المهم، فوجدوا الآن ما يسمى، كان في كيمياء الكم، كوانتم فيزيكس، عارفينها فيزياء الكم، قالوا هذه أم الفيزياء، ثم اكتشفوا أن أم الفيزياء ليست كيمياء الكم وإنما كيمياء الفراغ. وجدوا أنه في كل واحد متر سنتيمتر مكعب، سنتيمتر مكعب هناك من الطاقة لو حولت إلى مادة هي أكبر من جميع المجرات التي نعرفها مجتمعة. أعيد مرة ثانية، كل واحد كيوبيك سنتيمتر، اللي هو كل واحد سنتيمتر مكعب فيه من الطاقة لو حولت إلى مادة هي أكبر من جميع المجرات التي نعرفها مجتمعة. إيه معنى؟ ربنا ادانا طاقة داخلية، بيولوجيكال فوتونز، وادانا إلكترومغناطيك فيلد عبارة عن طاقة الكهرومغناطيسية، وجعلنا حولنا عبارة عن طاقة رهيبة جدا يمكن أن تستخدم إذا أردنا. جاء هذا الرجل اسمه هيربرت فلوريش وأثبت أن الطاقة الداخلية يمكن أن تتوالف مع الطاقة الكون الذي حولنا وتنتقل مئات الآلاف من الأميال دون أن تضعف. هل هذا يمكن أن يفسر قلب الأم عندما يحدث شيء لابنها أو بنتها على مدى آلاف الأميال تشعر به في تلك اللحظة؟ هل هذا يمكن أن يفسر هذه الحادثة الغريبة؟ سيدنا عمر كان يقف ويخطب الجمعة في المدينة، وفي منتصف الخطبة فجأة قال: يا سارية الجبل الجبل، من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم، وأكمل الخطبة ثم نزل. فجوا الصحابة قالوا: ماذا قلت يا أمير المؤمنين؟ ما عجبهم، ما يحبوا الدروشة. ماذا قلت يا أمير المؤمنين؟ قال: والله لا أدري، كلام أجري على لساني. ما عجبهم الكلام، راحوا اشتكوه. عن مين اشتكوه؟ عن سيدنا علي. قالوا: ماذا قال أمير المؤمنين؟ قال: ويحكم، دعوا عمرا فوالله ما دخل في أمر إلا خرج منه. سيبوا عمر ويعود سارية ويذهب إلى المسجد في صحبة، جلس سيدنا عمر جالس مع الصحابة، قال: يا أمير المؤمنين، كدنا أن نهلك، وتكالب علينا العدو من كل مكان، وسمعت صوتا يقول: يا سارية الجبل الجبل، من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم. فنظرت أبحث فوجدت جبله، فانحشت إليه وجعلته في ظهري، وقاتلنا العدو من جهة واحدة، وما هي إلا ساعة حتى كتب الله لنا النصر. كيف تواصل سيدنا عمر مع سارية؟ وحيقول: يا دكتور وليد، أنت مهندس وطبيب وباحث، يعني كلام ده يا أخي مو علمي يا أخي، معقول إنسان يمكن يتواصل مع إنسان آخر بهذه الطريقة؟ على فكرة عندي 37، لسه عندي 10 دقائق. هلا إيشوا تليفون، مظبوط؟ الآن إحنا 7 مليار في العالم، صح؟ فلنفرض عندي واحد صديق في الصين اسمه شينشانغ، عندي جواله الآن وكلمت شينشانغ داحين، وريتك هو، وريتك هو فيس تايم، يعني شفتي قدامك صوت وصورة، حتصدقي وما صدقي؟ هتكلمي. يعني يا سبحان الله، صدقنا أن عقل الإنسان يستطيع أن يصنع أداة بها يتمكن من أن يتواصل مع أي إنسان على وجه هذه الأرض في أي لحظة، صوت وصورة، وننكر على هذا العقل الذي صنع هذه الأداة، والذي هو من خلق الرحمن، والذي فيه نفخة الرحمن، أن يفعل على الأقل ما تفعله هذه الأداة؟ لقد أصبحنا ماديين. طبعا الدكتور محمد خايف طالع فيها كده، خاف المفاهيم دي يفهمون غلط،
لكن الحق يقال أننا نسينا من نحن. نحن كائنات روحانية في قالب قوالب طينية وتجربة أرضية، نسينا من نحن. البوصلة، لابد يكون لنا بوصلة. ما هي قضيتك؟ لابد أن تكوني صاحبة قضية، صاحبة رسالة. الفرق بين الكشاف اللي الطفل الصغير يلعب به وما يعوره، والليزر اللي يشق أقوى حجر على وجه الأرض، ما هو الفرق بينهم؟ هي نفس النوع أشعة. إيش الفرق؟ alignment، التكثيف. رجل فيه رجال متشاكسون، ورجل سلم لرجل. لابد أن تكون صاحب رسالة، لابد أن تكوني صاحبة رسالة، صاحبة قضية. من يريد منكم أن يموت ساجدا هنا؟ يرفع عده كده عشان الله سبحانه وتعالى يرى فيه هذا فيكتبه له. يرفع عده إن شاء الله. من يريد أن يموت هناك؟ من لا يريد أن يموت هناك؟ أنا لا أريد أن أموت هناك. أنتوا عارفين ليش؟ الدكتور كمان معايا. لأن هذه مصلحة خاصة. لا يمشي أحدكم في حاجة أخيه خير له من أن يعتكف في مسجدي هذا. عبد الله مبارك خرج يقصد حج نافلة، فرأى امرأة تقتات من قوت الأرض، فقال: ما دعاك؟ قالت: امرأة أرملة تعول أيتاما. فأخرج مال الحج، قال: هذا حجنا هذا العام. أنا أعرف أصدقاء لي يحجوا كل سنة، أقول له: يا أخي بهذا المال حجش غيرك، ما يحج إلا أقل من 5% مع المسلمي، لكن نحن تعودنا على الأنانية. أقول له: يا أخي لو ما حجيت وروحت صليت الفجر كل يوم في المسجد وخرجت، سيدنا له حديث سيدنا جابر، طيب لن يصلى أحدكم في الفجر ألين الجسم الشروق، كتبت له إيش؟ عمرة حجة وعمرة، والنبي قال: النبي قال: تامتين تامتين تامتين، عشان عارف نحن مخنا تقيل، قال: تامتين تامتين تامتين، يعني عندك 5 أيام حقت الحج دي، هذه 10 حجج وعشر عمر، خلي غيرك يا أخي. قال: لا، أنا أنانية. علمنا أن الدين للأسف، علمونا أن الدين هو طوق نجاة. والله ما هو طوق نجاة، وإنما هو سفينة نجاة. ما في أحد حيدخل الجنة لحاله، إما ندخل معا، ما في أحد يدخل لحاله، تدخلوا معك أحد، شايل معك ناس، دخلت معك ناس، شلت معك ناس. نريد عندما نصلي نضع السجادة أن لا تكون هذه قبلة سجادة، وإنما قبلة حياة. ما معنى أن تكون قبلة؟ أن تكون هذه المبادئ والأخلاقيات شاخصة للعيان في العالم. هل نحن قبلة علمية؟ لا. نحن قبلة فكرية؟ لا. نحن قبلة اجتماعية؟ لا. سياسية؟ لا. نحن قبلة إيش؟ قبلة سجادة بس. قبلة معناها أن تكون هذه المبادئ شاخصة العيان. عشان نعمل الكلام ده يكون قبلة حياة، لابد ندرك شيء معين. ما في طريقة نعملها إلا أن نفكر طريقة مختلفة. الصلاة، لم تذكر الصلاة كصلاة، لكن إقامة الصلاة ليش ذكرت كصلاة مرة واحدة بس؟ إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. لأنها كانت صلاة خاصة قبل الدعوة في الأول. إقامة الصلاة لابد أن يكون تقام في الأرض، أن يكون لها وتد في الأرض مثل الذي لها في السماء. سيدنا عمر كان يقول: إني لا أجهز الجيوش في صلاتي. كيف يا عمر؟ لو دحين سأل أحد المشايخ يقول له: يا شيخ عمر عيد صلاتك، صلاتك غير جائزة. لأنك بتفكر. لكن الصلاة بالنسبة لهم عبارة عن إيش؟ عبارة عن فلتر يدخل فيه الحياة، يخرج منه بغير الذي دخل فيه. هذه هي الصلاة، أن تكون لها مصداقية في الحياة. يا جماعة أسألكم سؤال: الله عز وجل عندما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم سجدوا صح؟ إيش هو التصرف الطبيعي الصحيح الذي لابد أن يقوم به سيدنا آدم عليه السلام لله سبحانه وتعالى؟ الحين كلهم ساجدين ليه؟ إيش الشيء الطبيعي؟ أن يسجد لله. هل القرآن الكريم ذكر أن آدم سجد لله؟ لا، لأن سجوده في الأرض. ما معنى هذا السجود؟ ليش أصلا أقرب نقطة يكون فيها الإنسان مع الله هي السجود؟ ليه ما يكون أنا وقف أقف أقرب للسماء كده وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى؟ ليش السجود هي أقرب نقطة لله عز وجل؟ لأنك أقرب لنقطة توصيفك الوظيفي، أن تعمر الأرض. هو الذي أنشأكم في الأرض
واستعمرها بكم. ليه استعمركم فيها؟ لو أراد عمار الأرض لقال واستعمرها بكم، ولكن قال هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها. فالعمار الحقيقي هو عمار الإنسان، وأي عمار في الأرض لا يؤدي إلى عمار الإنسان فهو ليس بعمار. والأعمال الخيرية التطوعية هي أعمال فيها استعمار للإنسان، جسد وعقل وروح. واستعمركم فيها. هل بقاء للأقوى؟ نحن نقرأ سورة الكهف، أنا باقي لي أظن ثلاث دقائق، باقي لي ثلاث دقائق. سورة الكهف نقرأها نحن كل أسبوع، مزبوط؟ طيب، أصحاب الكهف حاولوا يصلحوا، يقوموا عمل خير، لكن الجو ما كان مهيأ، فعادوا إلى الكهف ومكثوا في فترة الكمون، أسميها الكمون. ثم عادوا بعد 300 سنة، لما استيقظوا ماذا وجدوا؟ الناس كلهم آمنوا. كيف آمنوا؟ الكلمة اللي قالوها قبل 300 سنة أدت تأثيرها. الناس اللي عاصروهم أثناء ما واجهوا الطاغية لعلهم قالوا مجموعة شباب ضيعوا نفسهم، لأنهم نظروا إليهم منطلق إيش؟ البقاء للأقوى. ولكن الذين عاصروا بعثتهم وبنوا عليه المسجد فهموا التصحيح الرباني، ليس البقاء للأقوى وإنما المكوث للأنفع. فكل عمل خير تقومي به في حياتك لا تنتظري الثمار، سيمكث في الأرض ويبقى في الأرض. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن لا يقوم إلا يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر. الطاقة العجيبة للحب أقوى طاقة على وجه الأرض، ربنا جعلها كذلك. والله عز وجل هو الذي يقيم ويقدر ويعطي ويرزق ويساند. والله لا يمنح أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الحب الطاقة العجيبة. أجهدي نفسك طواعية في خدمة غيرك يكفيك الله جهد الابتلاء في حياتك. قاعدة، كل مرة تقحمي نفسك في عمل خير من أجل الآخرين اعلمي أن الله سيلطف بك في عمل آخر. يكون سمح الله نازل سرطان أو مرض أو ابتلاء يرفع الله سبحانه وتعالى. ما يريد الله بعذابكم إن شكرتم. من لا يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. أحسن واحد يروح بمزاجه ولا إيش؟ مزاجك، روحي أحسن، أدخل مزاجك. آخر تو سلايدز، ما هي أهم ساعة في حياة الإنسان؟ أنا بالنسبة لي أهم ساعة هي آخر ساعة في حياتي. كيف؟ لأنه آخر ساعة في حياتك إن قدر الله لك أن يكون لك ساعة، ما تكون موت الفجأة، ستعيد وتعيد شريط الحياة كلها زي الريموت كده ريوايند. ففي خيارين، إما أن تقول اللهم إني أشكرك وأحمدك أن جعلتني أعيش أجمل قصة حياتي، يعني قصة حياتي هي أجمل قصة، حيكون في نشوة، حيكون في سكون وسلام وطمأنينة ليس بعدها من نشوة ولا سعادة. وإما أن تقول إيش الحياة دي المهببة التعبانة السيئة اللي عشتها، ويكون في إحباط ونكد وألم وحزن. فتمثلي آخر ساعة. أنا أدعو دائما آخر ساعة أبغاك ما تعرف، بس هو آخر ساعة ربنا ما قصدت في ذلك. اجلسي مع نفسك واسألي ماذا تريدي أن تناجي ربك آخر ساعة في حياتك، اكتبيها. فوالله ثم والله لن نعرف كيف نعيش حتى نعرف كيف نريد أن نموت. ما تستطيع تعيشي. أجلسي وتخيلي آخر ساعة في حياتك بماذا تريد أن تناجي ربك. بعدها ممكن واحد أن يعيش. قد مات قوم ومات مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أمواته. آخر سلايد، انتهينا خلاص. آخر واحدة، خمس دقائق. العقبة، ما هي العقبة؟ فلاقتحم العقبة. أحد تفاسير العقبة هي الأنا. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. العقبة هي الأنا التي تمنعني أن أخرج منها حتى أخدم الآخرين، أفكر معاناتهم. هذه الأنا هي عدوك، الأنا التي أخرجت إبليس من الجنة. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الأنا التي أغرقت فرعون، قال أنا ربكم الأعلى. الأنا التي
خسفت بقارون الأرض، قال إنما أوتيت على علم عندي، الآن التي أحاطت بصاحب الجنتين، قال أنا خير منك، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. الآن هي عدوك وعدوك، هذه الصورة الوهمية الزائفة، الذات الحقيقية هي جزء من الكون، تعلم أننا من نفس واحدة، تعلم أن مصيرنا واحد، تعلم أنها هي من نفخة الرحمن. الآن لا تستحق أن تدافع عنها، not worth defending. أنت لست اسمك ولا صورتك ولا مالك ولا تعليمك ولا حتى أفكارك. ممكن تستغرب تقول كيف يعني؟ أؤكد لك قبل الموت ستدرك هذه الحقيقة، أنت لست أي من هذا، فالموت سيعريك ويجردك من كل شيء هو لست أنت. في هذه اللحظة تعلم أنه كل ولا اسمك ولا صورتك ولا شكلك ولا فكرك none of that سيعريك من كل شيء هو لست أنت. وقتها تدرك أنك تملك شيء واحد، الذات الحقيقية. وعلى قدر قرب هذه النفس من هذا المصدر الروح تكون هذه النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الدين، مين اللي يكذب الدين؟ مين مكذب الدين؟ قولي. كافرين، منافقين، لكن ربما قال كذا، ربما بده يعلم سيدنا محمد، قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. يعني إيش يدعو اليتيم؟ يهمش دور الضعفاء، لأن اليتيم يمثل هذا الرمز، يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. والحض هو أعلى من الحث، يعني قضية حياته ما هي مساكين وفقراء. يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل لغير المصلين، لا فويل للمصلين. يا سبحان الله، الذين هم عن صلاتهم ساهون، ساهون عن المعنى الحقيقي للصلاة، ما فعلوها. الذين هم يراؤون، يراؤون من؟ لو كانوا الناس لقال يراؤون الناس، يراؤون أنفسهم. وبعدين يخرج من المسجد إيش يعمل؟ ويمنعون الماعون. إيش الماعون في العربية؟ الماعون هو كل أدوات الإنتاج، الدوراق والفأس. ربنا يقول يا محمد أنا أقول لك من هم كذبوا بالدين، اللي يهمشوا دور الضعفاء، اللي قضيتهم ما هي قضية لا فقراء والمساكين، عايشين الآن حقتهم، اللي صلوا لكنهم بعيدين كل البعد عن تفعيل هذه الصلاة في الحياة، الذين يراؤون أنفسهم، يدخل المسجد ويصلي ويبكي ويخرج مبسوط، ما شاء الله اليوم بكينا الحمد لله دعينا وبكينا، ثم يخرج ليعطل أدوات الإنتاج في المجتمع، المحتكرين المفسدين، هؤلاء هم. فأنتم عندما تنهجوا نهج العمل التطوعي والخيري فخرجتم من هذه الأنا ودخلتم في الدين الحقيقي الذي يحب الله سبحانه وتعالى. أحسنوا الزراعة ينمي الله لكم أعمالكم، ما نقوم به إلا هذه البذرة الصغيرة من العمل الصالح حتى تكون نبتة في الدنيا وفي الآخرة، ونراها بإذن الله في الدنيا والآخرة. أختم بقصة بسيطة. واحد تركي، رجل بليونير، مالتي بليونير ثري، لكنه رجل تقي. فقبل ما يموت ترك وصيتين، قال افتحوا الأولى قبل أن تدفنوني، والثانية بعد أن تدفنوني، وتوزعوا اللي هي الوصية الأولى. أما الوصية الأولى فطلب منهم أن يوزعوا أرزاق وأن يدفنوه بشرابه، أن يدفن بالشراب. إيش سموه أنتم في الكويت؟ شراب ولا شراب؟ ها؟ صعب والله دي جورب. طيب بالشراب. فاجتمعوا العائلة مع الرجل الدين وتناقشوا، قالوا يا أخي هذا مخالف للسنة، والأولى أن تتبع السنة. فقرروا أن يدفنوا بدون شرابه. بعد ما وزع الأرزاق طلع للبنات أظن 500 مليون دولار والأولاد 1 مليار دولار ومبسوطين الحمد لله. فتحوا الوصية الثانية، قال يا أولادي تذكروا جيدا، لم أستطع أخذ إلى قبري ولا حتى شرابي. جزاكم الله خير.
شكراً لضيفينا على ما قدماه في هذه المحاضرة عن دور المرأة في العمل الخيري، وأفتح الآن المجال للحضور في التفضل بطرح الأسئلة مباشرة أو كتابة، والأخوة في المؤتمر سوف يساعدونكم بمشيئة الله في ذلك. وأرجو من يتقدم بسؤاله أن يبدأ هذا السؤال باسمه كتعريف عن نفسه، ثم طرح السؤال، كما أتمنى ألا تزيد مدة السؤال عن دقيقة واحدة، وذلك حرصاً منا على الالتزام بالوقت. تفضلوا، اللي عنده سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياة شهاب الأمينة العامة للهيئة العالمية للمرأة والأسرة المسلمة. أبدأ بشكر الإخوة المتحدثين سعادة الدكتور محمد العوضي وسعادة الدكتور وليد فتيحي على العرض الشيق عن دور المرأة في العمل الخيري، وأثني بشكر خاص لسعادة الدكتور وليد فتيحي على دفاعه عن المرأة في المجتمعات المتخلفة كما أسماها. ولكن لدي ملاحظة على تشارك في المسيرة الدعوية، ولا يعني وجود بعض الحالات من اضطهاد المرأة وعدم خروجها في هذه المجتمعات أن نعمم على المجتمع بأجمعه أنه متخلفاً. وهنا أمامكم بكامل حجابنا ولله الحمد وباعتبارنا عورة، ولكن لنا جهود دعوية في الداخل والخارج، مساعدة أسر فقيرة، دعم أسر منتجة، كفالة أيتام، زيارة مستشفيات دعوة غير المسلمات، 5 دقائق من بداية كل محاضرة في جامعة أم القرى عن الدعوة إلى الله، المساهمة في غسل الأموات أوقات الحج والعمرة لكثرة عدد الوفيات، أيضاً دولياً بناء المساجد وحفر الآبار، كل ذلك وباعتباري عورة وباعتباري بكامل حجابي. آخرها كان قبل 15 سنة كان زوجي مدير لمكتب رابطة العالم الإسلامي. دقيقة، نص دقيقة فقط. كان مدير مكتب لرابطة العالم الإسلامي في جنوب أفريقيا، ودعينا لبناء مسجد، وعندما شاهدنا أهل الحي وأنا بكامل حجابي وزوجي بلبسه السعودي، تجمع حوالي 400 شخص من أهل الحي يسألون زوجي: ما هذا الشيء الذي بجانبك؟ قال لهم: هذه زوجتي. زوجتك؟ طب نريد أن نراها. قال: لا، لأننا مسلمين. لماذا؟ لأن الإسلام يمنع أن يراها إلا زوجها وعمها وخالها. بعد فقط عرض للدين الإسلامي 20 دقيقة، وإذا بكامل الحي يجلجل بالشهادتين ولله الحمد. بسبب هذا الحجاب وبسبب كون المرأة عورة، جميع أهل الحي نطقوا بالشهادتين وأعلنوا إسلامهم ولله الحمد. شكرا. وجزاكم شكرا الله خيرا. في أحد عنده سؤال ثاني لأخت في الخلف والإخوانني كذلك؟ تفضل، نأخذ رجل ويعني من الجهتين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلي وسلم على سيدي رسول الله. أولا أود أن أتقدم بالشكر والتقدير للجهة المنظمة التي اختارت هذين الشابين النجمين الحلوين الذين أمتعونا من خلال العرض الأول بالنسبة للدكتور العوضي وبالنسبة لوليد، وإن كان هو يعتقد أن شهادتي فيه مجروحة، لكن شهادتي فيه على الدوام، والآن يؤكد في هذه المحاضرة التي ألقاها وجمعت حسن العرض والإعداد وأيضا الإقناع عن طريق ما شاهدناه من إعداد جيد للغاية، يخاطب العقل ويخاطب القلب، فكلاهما أحدهما خاطب عقولنا والآخر خاطب قلوبنا. دكتور عوضي خاطب قلوبنا ودكتور فتيحي خاطب. أنا بس أود أن أريد في حادثة يساري الجبل عباس محمود العقاد رحمة الله عليه، أشار إلى أن هذه تلباثية ما بين سيدنا عمر، فأريد أن يعني استيضاح من الدكتور وليد عن ما طرحه المفكر الكبير عباس محمود العقاد وعما أشار إليه في عرضه للتجارب العلمية في هذا الخصوص. وشكراً للمنظمة. شكراً. إعادة السؤال لو سمحت، استوضح سؤالك أكثر. توضيح السؤال: المفكر الكبير عباس محمود العقاد في عبقرية عمر. واضح دكتور؟ في عبقرية عمر. شكراً. أشار إلى أنها تلباثية. شكراً، بارك الله فيك. أرجو من الأخوة والأخوات الالتزام بالوقت، بارك الله فيكم، عشان يعني نأخذ أكبر عدد ممكن من الأسئلة ثم يعني يجاوب عليها الأخوة المشاركين في هذا المؤتمر. تفضل يا أختي. السلام عليكم ورحمة الله. شيماء رجب شهوان. سؤالي للدكتور وليد، جزاك الله خير. في معرض حديثكم عن النية الطيبة عندي تنويه وعندي سؤال. بالنسبة للتنويه، مما تعلمته من والدي جزاهم الله خيراً أن منطلق النية أن ننوي بكل عمل خير نقدمه إرضاء الله، وليس جني ثمار تلك النية.
وهذا ما مما يؤيده كلمة رائعة للشيخ الشعراوي رحمه الله عندما قال: اعبدوه ليرضى لا ليعطي، فإن رضي أدهشكم بعطائه. فأعظم ما تنطلق منه النية هو إرضاء الله سبحانه وتعالى، وليس انتظار ثمرات تلك النية. فنحن ننطلق بنوايانا الحسنة من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى، سواء جنينا أثار تلك النية في الدنيا أو أجلها الله لنا سبحانه وتعالى في الآخرة. وهذا يعني ضروري جدا في أعمال الخير التي نقدمها. أما السؤال فحضرتك دكتور ذكرت أن الجوارح تتبع الإنسان في نيته الطيبة ولا وتثبطه في النية السيئة. أنا صدقا رفعت يدي وأجبت أنها لا تتبعهم في النية الطيبة، لأن استحضرت قصة الصحابي الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو في الجنة عندما استشهد، قال هو في الجنة ولكنه أنزل بدرجة. فسألوه الصحابة ولما؟ قال تلكأ هنيها في الغزوة التي ذهب بها ثلاثة من قادة المسلمين الوقت، فاستشهد القائد الأول وكان في الجنة، والثاني وكان في الجنة، والثالث قال هو في الجنة أنزل بدرجة. شكرا. يعني أتمنى يعني يكون السؤال مباشر يا أخواني وأخواتي، سؤال مباشر حتى يتضح للضيف يعني نوعية السؤال ويجاب عليه بشكل مباشر. أخوان الحمد لله، سؤال مباشرة، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. محمد حج العنزي محامي سعودي وعضو الرابطة العربية للثقافة والفكر والأدب في دبي، ومعد برامج ثقافية ودينية في تلفزيون دولة الكويت. الحقيقة أشكر الأخوين والمقدم على هذه المحاضرة القيمة. دكتور محمد العوضي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قتل 99 نفس، وعندما ذهب إلى داعية وقال هل لي من توبة؟ قال ليس لك توبة. ثم ذهب إلى عالم، فالإسلام قسم هناك علماء وهناك دعاة، فلم يضرب هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لكي إلا ليعلمنا. نعم جزاهم الله خيرا، كثير من الأطباء يقوم بالدعوة إلى الله وكثير من الأخوان، لكن هناك إنما يخشى الله من عباده العلماء، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيجب على المرأة الأخت التي هي كالرجل بالنسبة للدعوة وهم متساوون، الهدف الذي خلقت منها أيتها الأخت هو العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت تدين الله في هذا الكتاب، فاسألي أهل العلم في ذلك. دكتور محمد، أنت ضربت أم عرسال مثل القصة أم نايف العنزي، والحقيقة هي من قبيلة قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما وفد سلها ابن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من هؤلاء؟ فقال هؤلاء وفد عنزة، فقال بخن نعم الحي عنزة، ما بقي عليهم منصورون. مرحبا بقوم شعيب ورهط موسى، سل عن حاجتك يا سلة. قال جئت وأسألك عما افترضت علي في الإبل والغنم، ثم أخبره ثم انصرف، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق عنزة كفافا لا قوة ولا إسرافا. دكتور محمد، يعني اسمح لي بالنسبة يعني للقلب، اسمح لي يعني أتمنى يعني عفو المقاطعة، لكن يعني طال السؤال. سؤال الدكتور محمد بسرعة. الله يحفظك، لأن في الكثير من الأخوة والأخوات ينتظرون. دكتور وليد، سؤال للدكتور وليد، بالنسبة للجوارح أنها تتبرى من صاحبها يوم القيامة على مضض، وهديناه النجدين، بالنسبة هل الأمر في ذلك والمحاسب أولا هو المخ أو العقل أو القلب أو الفؤاد أو الهوى؟ من هو المسؤول؟ وفي ناس يقولوا بعض العلماء أن مكان القلب في المخ وأن العقل يختلف عن المخ، فمن المسؤول في ذلك؟ والله العقل له حديث، وشكر لكم. شكرا لك. إذا في واحدة من الأخوات، هذا آخر سؤال، في تفضل الأخت اللي في الخلف. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. أنا حبيت بس مباشرة بالسؤال، جزاك الله خير. السؤال هو أن تحكي دكتور وليد، موجه لمنو؟ حق دكتور وليد فتاحي. يلا تحكي دكتور وليد فتاحي، وأنا متابعينه طبعا محياي، عن علوم الطاقة. طبعا وايد تلاعبوا بموضوع علوم الطاقة، وصار في فريق مع الغير متعلمين عن علوم الطاقة، وفريق الثاني اللي هم ضد الطاقة وكذي.
واحنا ك يعني نقول مو مثقفين من الدرجة الكبيرة، بس حابين نعرف علوم الطاقة من الناحية الدينية ونفهمها بشكل صح من ناس صح يعني، واختلف علينا الموضوع وضعنا صراحة، ومو عارفين ناخذ العلم من منه وشلون ناخذه صح، يعني أساسيات هذا العلم ناخذه من منه. أغلب الناس بعضهم ما يقرون كتب إنجليزية وما يعرفون يعني، حتى الهم بعد من الناحية الأجنبية في تلاعب، فإحنا حابين نتعلم أكثر ونفهم ديننا أكثر وروحانياته أكثر، بس مو عارفين إن شاء الله الأساسيات. إن شاء الله وصل السؤال، يعطيك العافية. ما شكرا جسد. شكرا لك. أترك المجال لضيوفنا الأعزاء في الإجابة على يعني أسئلة الحضور، الدكتور محمد العوضي والدكتور وليد فتيحي. والدكتور محمد العوضي عنده مداخلة سريعة ثم يجيب على بعض الأسئلة، وننتقل للدكتور وليد فتيحي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع تشعب والثقافات متداخلة، والموضوع يعني ما شاء الله الدكتور وليد هو الضيف وأثرانا ووسع الدائرة وخدمها جدا. ومثل هذه الموضوعات لما نسأل في كل جزئية سؤال ونريد أن نفصل أكثر راح نتعب، ما راح يعني يمدي الوقت جدا. ما أحب أن أؤكد عليه في قضية علوم الطاقة، وقبل أن تبدأ المحاضرة أنا يعني دردشت مع الدكتور وليد، أريد أن بس أشخص شيء من باب التخصص. نحن عندما نعرف كبشر، أي بشر بقطع نظر عن الجنس عن التاريخ، البشر الإنسان الكائن الحي، هناك حقائق وهناك وسائل اللي هي نظرية المعرفة كيف أصل الحقيقة. هذه يدرسونها عيالنا في الرابعة ثانوي، اللي يدرسون الفلسفة أو اللي يدرسون المنطق، لكن هي فطرية في طبيعة الإنسان. إذن عندنا ناس نوعين، ناس لا يؤمنون بالحقائق، يسمون في التاريخ سوفسطائيا، نسميهم احنا ناس معاندين لغط، وهذه اللي هم ما راح نتناقش معهم لأن نقاشهم له منهج آخر. لذلك لما نقرأ كتب العقائد والمتكلمين يبدون في الحوار يقول لكم مثلا التفتازاني أو النسفية، حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائية، وهم عندية وعنادية ولا أدرية. هذه مدارس وتطور. أنا كل هالكلام جاي مقدمة لماذا؟ للعلوم التي يختلط فيها الحق والباطل والمبالغات بالصواب، وتوظف مثل ما تفضل الدكتور وليد توظيفا خطأ علوم الطاقة وعلوم التدريب وعلوم كثيرة. هنا نحتاج أن نبين، إذا في ميكروفون أوقف بس دقيقة، لأن أنا بختم ما بأجاوب على أسئلة لأن فكرة مهمة. إذا في ميكروفون يدوي، هذه ندرسها حق عيالنا في الكليات، يعني في لما يدخلون في قسم الفلسفة. وسائل المعرفة، أنا وأنت وهو كيف نعرف؟ واحد، العقل وسيلة من وسائل المعرفة، بل أهم وسيلة من وسائل المعرفة. لكن ماذا يقصدون بالعقل؟ هل العقل الكسبي؟ هل عقل الخبرة؟ لا، يقصدون عقل الأحكام. وماذا نقصد بعقل الأحكام؟ نقصد الأحكام الأولية التي لا يختلف عليها الناس، النقيضان لا يجتمعان، الشيء الواحد لا يكون في مكانين في آن واحد، الجزء أصغر من الكل، اللي هي قضايا يستدل بها لا يستدل عليها، فطرية. إذا استدلينا عليها راح نصير في الجنون، شيء يستدل على شيء، هي المستند. هذا العقل. اثنين، الحس، المشمومات، الملموسات، المذوقات، ها، المشاهدات. طيب سؤال، الحس في نقل الصور يخطئ أم لا يخطئ؟ ها؟ لا، الذي يخطئ العقل، الحس ينقل. أنا لما أكون جالس معكم جالسين المجلس ويمر واحد، هنقول أخ الوزير الفلاني مر، قالوا إيه والله هو مر، هو في الحقيقة كان يشبهه. فقال واحد لا يجمع، هو مكلمني الآن كهوف في مؤتمر في البحرين، من الذي مر؟ فلما نتأكد وإذا به واحد ثاني، لكن الحس ما أخطأ، نقل لنا صورة إنسان مر. لو الحس يخطئ يصير مشكلة، دعني من اللي فيه وسواس قهري أو اللي يسمونها الهلاوس البصرية أو السمعية. إذن أولا العقل، ثانيا الحس، ثالثا الفطرة، وهذه لها وقفة
طويلة. رابعاً التجربة، والتجربة تنبني على شيئين، استقراء وعلى قياس. خامساً الخبر، والخبر نوعين، خبر متواتر وخبر أحد. سادساً هو المشكلة يا دكتور وليد، الإلهام، الحدس، الكسف، ها، التليبثي، الشعور عن بعد، الاستكناه الآخر، الفراسة. هنا يقع اللخبطة. هناك اللخبطة أقل، أقدر أتفاهم مع الذي لا يؤمن إلا بالتجربة، أقدر أتفاهم مع الذي يقول لا العقل وصل للحقيقة أو لا، لأن في مقدمات نصل لها نحل الإشكال. فاللي ما أقدر أحل فيه الإشكال مباشرة بمحاضرة واحدة وبأمثلة وتصير فوضى وتصير دورات تدريبية فيها لخبطة طاقة وما طاقة، هذه التي تحتاج يعني احنا انقفزنا الى هذا الشيء. لكن مسألة الشعور والتأثير والنية والصدق والبكاء والحس وان هذا صادق وهذا غير صادق، هذه امور مشتركة بين البشر. نحن نتكلم عن التوظيف المالي والجماهيري والذي في غير محله والمبالغات وبما يصطدم مع بعض المسلمات العلمية من جهة والعقائدية من جهة اخرى. هذه تمهيد فقط بين يدي دكتور وليد، جزاك الله خير. جزاك الله خير دكتور، شكرا. الآن نترك المجال لدكتور وليد فتيحي للإجابة على أسئلة الجمهور. ضعيف شوي. كويس ده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بسرعة. أول حاجة بالنسبة لي الكلمات، يعني أخت بعت رسالة جميلة قالت إن إحنا نضيع وقتنا في الكلمات اللي هي العورة والناقص. أهم شيء في مشروع إن إحنا نفعل المرأة عشان تخرج المجتمع وتخدم المجتمع معها حق. لكن الكلمات في حد ذاتها هي عبارة عن طريقة تجريدية للوصول المعاني، يعني معنى آخر نفس الكلمة لها معنى عنده وعندنا مختلف. في بعض المجتمعات انحرفت الكلمات عن معانيها، يعني مثلا في مجتمعات يقول لك هذا رجال طيب، معنى إيش؟ مغفل. كلمة طيب، الطيبون أصبح مغفل. لذلك في الفيلم لو تشوف لما تحدث عن موضوع العورة والناقص، لو تلاحظي يدي عندما تستخدم هذه الكلمات وسيلة أن أضرب بها المرأة، عورة، الناقص، الجاهل. لذلك أنا ركزت أن هذه الكلمات أخذت منحة ثاني عند الرجل واستخدمت استخدام سيء حتى تحرم المرأة من دور الحقيقي في الحياة. هذه واحدة. السؤال الثاني بالنسبة للتلابثي، عمر بن الخطاب ما نعرف لكن قد تكون تلابثي أو غيرها، دكتور محمد أجابها. النية أنا أسميها الأنانية، عبارة عن كلمتين، أنا نية، يعني أنانية، أنانية. فحسب نية يكون هناك أنانية أخروية وأنانية دنيوية. كلنا نحب أنفسنا ولا بد أن تحب نفسك لأن فيك نفخة الرحمن، ولكن هناك من يحب نفسه من نظرة أخروية، أسميها أنانية أخروية. سيدنا عمر قال رسول الله أحب إلي من أمي وأبي. قال من نفسك يا عمر؟ ما قلت طبعا يا رسول الله ذا في كلام، لا. عاد فغاص في أعماق نفسي، سأل نفسه أسئلة كثيرة، وجد أنه لو حب رسول الله أكثر من نفسه فهو حب نفسه، حب أخروي، يسموها الأنانية الأخروية. طيب فالأنانية عبارة عن أنا ونية، يعتبر على حسب نيتك إذا نيتك عبارة عن الدنيا أو الآخرة. اللي بعد السؤال، ما هو تفسيرك لانتشار الظواهر السلبية كالغش والطلاق والانعدام من الأخلاق رغم كثرة وامتلاء المساجد بالمصلين؟ كان عندي سلايد شفتها كاتب فيها ما والله ما هزمنا إلا عندما حبسنا الإسلام في المسجد وأغلقنا عليه الأبواب. أصبح هناك فصل بين الدين والحياة، أصبح الدين عبارة عن طقوس وشعائر وليس لها في الواقع شيء. الآن أصبحت كبيرة، الآن أصبحت أعمتنا حتى نسينا الذات الحقيقية. موضوع الطاقة أترك للدكتور محمد، لكن بشكل عام في فرق ما بين مفاهيم وبين ممارسات وتطبيقات. أنا أركز على المفاهيم، لكن معاك حق في خطر، لأنه كثير من الناس سرقوا هذه المفاهيم وصاروا يبيعوا في السوق السوداء الممارسات والتطبيقات التي تدر عليهم الكثير من المال. أما بالنسبة لتغيير السلوك الرجل اتجاه المرأة، هل يكفي الاقتصار على تصحيح المفاهيم؟ أين ذهبت التشريعات وباقي أدوات تغيير السلوك الذي غالباً نغفل عنها؟ طبعاً نبدأ بتصحيح المفاهيم ولا بد أن تدعم بالتشريعات وأدوات تغيير السلوك. السؤال البعده أخير، موضوع النفس، ما المسؤول عن محاسبة؟ هل هو القلب أم العقل؟ شوفي حلقة عنوانها قلوب يعقلون بها في برنامج ومحياي اثنين، قلوب يعقلون بها. أنا أؤمن أنه في النهاية هي النفس، وهذه النفس هي عبارة عن المرآة حقة الروح. فإن اقتربت منها أكثر، ما في إلا مصدر واحد، مصدر هو الروح. وأما العقل والقلب
والجسد وحتى النفس هي انعكاسات لهذه الروح. معنى ذلك هناك مصدر واحد، فعلى قدر قرب هذه النفس من الروح التي هي صافية خالصة من الله سبحانه وتعالى، على قدر ما تكون نقية وتكون اللي هي مطمئنة، يا أيتها النفس مطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادك تكون جنتي. سؤال أخير، ممكن إعادة عرض صورة طاقة الحب؟ هناك في حلقة عندي الإدراك خارج الحس في محياي رقم 2، وحلقة كذلك عنوانها الحب يشفيك قبل أن يشفي غيرك في محياي رقم 1. وبعدين هذه عبارة عن رسالة للأخت، وأشكرها كثيراً هذه الرسالة، بتقول إحنا دائماً مؤتمرات نضيع وقتنا في الفرعيات وننسى اللي هي الغاية والمقصد، تمام زي ما عملوا بني إسرائيل. أنتوا عارفين كل الأركان، الصلاة والصيام والزكاة وضعها ربنا فيه، خلاص خلص وضعها في سورة البقرة. طب ليه البقرة؟ عشان يذكرنا بالبقرة. إيش القصة حقتها؟ بني إسرائيل ربنا أمرهم أن يذبحوا بقرة، إيش المقصد كان؟ أن الرب يري الله قدرته في إحياء الموتى، ومنها يطلع مقصد شرعي أن هو الذي يقتل من تعجل ثمرة تعجل عقب بحرمانها. إذا واحد تعجل ثمرة معينة يعاقب منها، اللي يقتل يحرم الميرث. إيش عن بني إسرائيل؟ ضيعوا المقصد، ما لونها ما شكلها، في الأخير انتهت الموضوع كله. فبني إسرائيل ضيعوا المقصد واتبعوا إيش؟ لونها وشكلها. للأسف نحن كثير ما نفعل ذلك. يجي واحد من الحج، يرجع من الحج، تقول له إيش عملت في الحج؟ والله كانت سهالة وطلعنا فوق هنا ونزلنا هناك وأكلنا هناك. طفل المقصد، وكذلك الصلاة والصيام. فنحن لا نريد أن نضيع المقصد من هذا المؤتمر. المقصد هو أن نفعل دور المرأة حتى تخرج وأن تكون عنصر فعال، ونزيل عنها كل عقبات التي تقف في طريقها كي تحقق رسالتها في الحياة إن شاء الله. جزاكم الله خير. دكتور بس عفواً دكتور محمد، دكتور وليد في سؤال من أحد الأخوة الأجانب، وأترك المجال أيضاً للدكتور محمد العوضي للحديث. أنا همست في إذن الدكتور جزاه الله خير على سؤال الأستاذ محمد العنزي لما سأل الوعي في المخ أم في القلب. هنا يرجع إلى شيء آخر، اللي هو الإنسان كائن مركب معقد ليس بسيط، أي أن الإنسان ليس جزءاً من الطبيعة، لا جزء يتجزأ عن الطبيعة. ولذلك علي عزت بيغوفيتش العالم رئيس البوسنة، تصور رئيس وفيلسوف ومفكر بهر العالم، لما ألف كتاب الإنسان بين الشرق والغرب ركز على النقطة أن يا جماعة الإنسان كائن مفارق غريب، يد الإنسان قريبة من يد مايكل أنجلو النحات الإيطالي، لكن تلك اليد بيولوجيا قريبة منها، لكن هذه اليد أنتجت فنا يعتمد على خيال، خيال مرتبط بمفاهيم بقدرات على التركيب والذائقة، وفرق كبير جدا. الإنسان معقد جدا. إحنا عندنا آية سوت لنا يعني دكتور وليد العام الماضي، طلع حلقة على الوعي في القلب ولا في العقل، فاتصلت عليه قلت له بجيك، وراح هارفارد وألقى محاضرة وصفق له. الناس اللي يستعجلون على القرآن إن والله مشكلة التي في الصدور حسمت الموضوع أنه هنا. طيب فما الفرق بين الوعي والإرادة؟ قبل ذلك من هو الإنسان؟ تعريف الإنسان من هو؟ ذات في بدن. ما هي الذات؟ 4 جواهر: العقل جوهر، النفس جوهر، الروح جوهر، الفؤاد جوهر، 4 بواحد صار الجسم. تعال افرز بين هؤلاء، تعب العلماء، حتى كتاب الروح لابن القيم ما قدر يعني يخرج، كتاب شرح الطحاوية لابن عبد العز الحنفي. الإنسان ما زال سر إلهي ليس كالطبيعة. هذه نقطة مهمة راح نناقشها مع الدكتور، ويتجلى فيها إعجاز القرآن الكريم. الأختم بقصة، الدكتور اليوم جاب قصص كثيرة وإحنا في مؤتمر المرأة. إن قبل أسبوع في الإجازة الأسبوع اللي فات كنت في سويسرا، فاتصل علي، شوف أحياناً تجيك اتصالات مو وقته، اتصل علي ملة كبير ولما ما تذب، وينك بسويسرا؟ شو تسوي؟ قلت له والله واقف مع راقصة باليه وعلى النهر. قال أعوذ بالله، ليش؟ قلت له لأن هذه راقصة الباليه أسلمت وارتدت الحجاب وقالت أريد أن أتزوج واحد حافظ للقرآن، ووجدت إنسان مغربي يحفظ القرآن على 3 قراءات وكان معاي زوجها. فسألتها ما الذي يجعل، وهذا السؤال معرفي أسأله كل من يسلم، أنت من سويسرا وهذاك بريطانيا والثالث فرنسي والخامس أمريكي والرابع من سيدني، طيب هذا دكتور، هذا رياضيات، هذا حقوق، هذا فيزيكس، ما الذي يجعل إنسان
هاي دكتور إنسان في بلد ديمقراطي مدني حقوق إنسان انتصار عسكري عبقرية تنظيم إداري نظافة يا أخي وعد كل شيء، ما الذي يجعل هذا الإنسان يزهد بهذه كلها ويأتي لمجتمعات في ذيل الحضارة الإنسانية؟ قتل، دماء، تخلف، محط دفن نفايات العالم كله، ما الذي؟ تدري ايش قالت البنت هذه؟ هذه البنت السويسرية إجابتها كانت دقيقتين، كنت أنا معها واقفين وعلى النهر والفريق يصور وزوجها معنا الله يحفظها، تكلم دخلت معهد اللغات تدرس لغة عربية، قالت كلمة واحدة، قلت لها شنو؟ قالت كتاب سنة، ما له شغل بخرابيتكم ومصايبكم يا العرب. يعني فصلت بين النظرية والتطبيق، بين الواقع المتخلف وبين المبادئ، لأن المبادئ هي المعيار لا العكس، احنا قالبين المسألة. هذه رسالة، أن كما يقول الدكتور فاضل سليمان، كل الإحصائيات أكثر دخول الناس في الإسلام في الغرب الذي صورة الإسلام مشوهة، اثنين الذي صورة المرأة في العالم الإسلامي مشوهة أكثر، هذه التي نصف الميراث نصف الشهادة نصف النصف اللي مو فاهمينها تدخل الإسلام وهي تعلم بهذه المعلومات. وآخرهم قبل رمضان بأسبوع يزورني طالب من جامعة الأمريكية ومعاه واحد ووحدة، هالمرة مكسيكية طال عمرك. هذه الفتاة المكسيكية أم أحمد تقول يا سبحان الله دخلت قلب، أنت جبت لي وايد في البيت من هاللي يسلمون. بس هذه عجيبة، اسمها باولا، عمرها ما يخالف أكمل بس الدقيقة هذه، عمرها 19 سنة. يوم كان عمرها 7 سنوات أو أقل أو أكثر، وهي من أسر هولندية المستعمرين المكسيك من جذور هولندية، يوم كان عمرها 7 سنوات تشوف طيارات 11 سبتمبر تدخل في العمارات، تسأل أبوها مثقف من هؤلاء، قالت للمسلمين، قالت له شنو المسلمين؟ قال ناس يلبسون عمايم ولوحة طويلة وكل واحد عنده 4 حريم وزوجات. قالت هذه كائنات غريبة، خلونا نقرأ عنهم. قرأت عنهم في قصة عجيبة ويابلها كتب، تواصلت مع 2 في المدينة المنورة من العلماء، بعثوا لها كتب، أسلمت، كانت أول مكسيكية محجبة حتى تحط صورة جوازها بالحجاب، وتعرف 4 لغات، وطلعت الأولى في 1 رمضان على العالم في مسابقات حل المشكلات الاجتماعية في مشكلة معينة. وجاءت هني واحد يفكر شيخ، أكثرهن دخولا في الإسلام، وكما تفضل الدكتور، المرأة في العمل الخيري في التدفق والصدق، لأن ما عندها عناد ولأنها عاطفية، أكثر فاعلية لو أتحنا لها الفرصة بمسألة منهجية في إثراء العمل الخيري. وشكر الله لكم وجزاكم الله خير. حقيقة أشكر إدارة المؤتمر على اختيار هذين الضيفين اللذين أبدعا أيما إبداع في هذه المحاضرة الجميلة والرائعة، دور المرأة في العمل الخيري. سيكون هناك تكريم، أرجو من حضور يعني الجلوس في أماكنهم، سيكون هناك تكريم لضيوفنا، ولكن قبل التكريم نستمع إلى النشيدة الخاصة بالمؤتمر. وقلبها حواء، حواء نصف الكون، كانت ولا زالت بكل صفاء، رمز العطاء والعون، والخير لا ينمو بدون نساء، تضفي بلمستها عليه اللون، والخير لا ينمو بدون نساء، تضفي بلمستها عليه اللون. كما تسعى بهمتها كما تسعى وبحور
فياضة الإحساس نحو الغير، وهنا الكويت جداول وبحور، فياضة الإحساس نحو الغير ومير إنسانية الأطوار، راعي السخاء مفتاح هذا الخير، راعي السخاء مفتاح هذا الخير. والهيئة الخيرية العنوان، هذه الكويت وأهلها الأخيار، والهيئة الخيرية العنوان، تعطي النساء مكانة وحضور، بنت الكويت سفيرة الإحسان، بنت الكويت سفيرة الإحسان. عندي إعلانين قبل تكريم ضيوفنا الكرام، وإن شاء الله حفل الختام سيكون في الساعة 5:30 مساء. نرجو من الحضور والمهتمين في هذا المؤتمر يعني تشريفنا في مثل هذه القاعة الساعة 5:30 لحضور يعني معالي وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد يعقوب عبد المحسن الصانع، وأيضا رئيس الهيئة الدكتور عبد الله معتوق المعتوق، كما ندعو أيضا ضيوفنا والحضور إلى عرض لليتيمات في المعرض الخاص بالجمعيات والمؤسسات الخيرية والتعاونية، وهذه دعوة للجميع. أنا بدوري أشكر إدارة المؤتمر العالمي دور المرأة في العمل الخيري على منحي فرصة تقديم ضيفين عزيزين كانا وما زالا يواصلان عطائهما من أجل الإنسان. شكراً للدكتور محمد العوضي الداعية والمفكر الإسلامي، شكراً للدكتور وليد فتيحي رئيس مجلس إدارة المركز الطبي في جدة. أرجو أن أكون وفقت في تقديم ضيوف هذه المحاضرة. معكم فيصل حمود الشمري، معد ومذيع في إذاعة وتلفزيون دولة الكويت. والآن أدعو فخامة المشير عبد الرحمن سوار الذهب نائب رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والرئيس السابق لجمهورية السودان إلى التفضل والصعود للمنصة لتكريم ضيوفنا. وسيقدم بمشيئة الله درع تكريمي وشهادة تقدير مقدمة من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية إلى الدكتور محمد العوضي. أيضاً يقدم درع تكريمي وشهادة مقدمة من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية إلى الدكتور وليد فتيحي.
أيضا إن أمكن أخذ لقطة تذكارية سويا مع الدكتور محمد العوضي وأيضا فخامة السيد المشير عبد الرحمن سوار الذهب وأيضا الدكتور وليد الفتيحي. شكر وتقدير للدكتور محمد العوضي الداعية والمفكر الإسلامي وأيضا الشكر موصول للدكتور وليد فتيحي رئيس مجلس إدارة المركز الطبي في جدة. شكرا لكم. وهناك دعوة لحضور المعرض لوجود عرض لليتيمات لإحدى الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وهناك كذلك العديد من المؤسسات الخيرية والمهتمة في شأن المرأة في الجانب الخيري. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد العوضي وايضا دكتور وليد فتيحي، الايتام ناطرينكم بالصاله المجاوره لنا، صاله المعارض.